تيست تيست. مرحبا بالحاضرين الكل اليوم في الفعالية اللي منظمتها نويت بالشراكة مع منظمة أوكسفام، واللي تتزامن أو جي أيامات بعد انتهاء أشغال مؤتمر دافوس وبعد مدة من صدور قانون المالية لسنة 2023. فعالية أو حلقة نقاش حبينا اليوم نحكيه على قانون المالية 2023 اللي دار حوله جدل كبير، واللي البعض سماه أنه قانون المجبة بامتياز. حبينا نشوف السياسات الجبائية والإجراءات الجبائية اللي وردت في القانون هذا، هل فيها مقاربات جديدة أم أنها مواصلة نفس السياسات والعقل المالي والعقل المالي أو السياسي المحافظ للدولة في العلاقة بالمسألة الاقتصادية. رحب بضيوفنا اللي مش يثري وحلقة النقاش، واللي هم الأستاذة سوسن جعادي ناشطة حقوقية وخبيرة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، صديقنا سيف بنتيلي اللي هو مكلف بالتأثير والحملات في منظمة أوكسفام، وصديقنا الباحث والمختص أميب بوزيان في السياسات الجبائية والمالية. كما كنا نحكي، قانون المالية 2023 أثار جدل كبير، أثار غضب العديد من القطاعات، ثم بيانات خرجت تقريبا من مختلف القطاعات، محامين أصحاب مهن الحرة وغيرهم وغيرهم وغيرهم، ناس نعتدتوا أنه قانون كارثي وأنه مش يحمل الفئات الهشة تبعات الأزمة الاقتصادية اللي عاشوها التوانسة بوضوح وخلال سنة 2022، ومش يزيد يكرس مسألة الاضطهاد الضريبي اللي يحمل جهد أو عبء تعبئة موارد الدولة لفئات في المجتمع دون غيرها، واللي يستثني خلينا بالأخص أصحاب الثراويات. في هذا السياق حبيت نبدأ مع أمير بوزيان في قراءة حول ما جاء في قانون المالية وخاصة من إجراءات جبائية ربما تسير في هذا الاتجاه. شكرا لك، أولا شكرا لنويت ومنظمة أوكسفام لتنظيم الملتقى هذا ولتوجيه الدعوة. ممكن في البداية كالإطار العام أو السياق اللي تنزل فيه قانون المالية 2023، الرهانات اللي وراء قانون المالية الحالي رهانات كبيرة ياسر، دون جرافيتي لربما غير مسبوقة في التاريخ المعاصر لتونس، وهذا على المستويات الكل. نبدأ لربما بالمستوى الأولاني، هو مستوى مالي. الأزمة اللي تعيش فيها المالية العمومية في تونس اليوم ماهوش من باب المبالغة كي نقولوا أنه من الاستقلال على الأقل ما عشناش أزمة بالحدة هذه. في بعض المؤشرات لها في الميزانية متاع السنة باش نتسلفوا 25 مليار دينار، 15 داخليا تدين داخلي معناها اساسا من عند البنوك متاعنا، و 15 خارجيا ستادير من عند المنحين متاع تونس من مؤسسات مالية عالمية او بلدان، وهذا رقم في الحقيقة قياسي في السنوات الاخرى. باش نسالفوا دونك 25 من جملة ميزانية على مستوى 69.6 مليار دينار. بطبيعة الحال في نفس الوقت نتسالفوا من شيرة 25 وباش نرجعوا بطبيعة الحال بالميزانية متاع السنة كيف كيف رقم قياسي جدا على مستوى 15 مليار. معناها الميزانية الأولى اللي في المرتبة الأولى هي ميزانية التعليم العالي على مستوى 7 مليار. دونك الرمبورسمون تاع الديت فيما يخص سنة 2023 باش يكون ايضا على مستوى قياسي في السنوات الاخرى الكل. شفت الصعوبات اللي تعرضت لها الحكومة الحالية، حتى الحكومة تاع هشام مشيشي في الحقيقة، يمكن فما دو نيفو كي اكسبليك الأزمة المالية هذية، فما لو نيفو كونجونكتوريل واللي هو مربوط بالشوك اكزوجين اللي تعرض لهم الاقتصاد التونسي. الشوك الاولاني ايفيدامون هو البانديمي نتاع كوفيد 19، والشوك الثاني هو الحرب الروسيه الاوكرانيه. من قانون ماليه لربما 2021 وتونس تتخبط في الازمه هذه، والحكومات معناها ما شهدتش او بلوتو شهدت صعوبه ما عندهاش مثيل في تعبئه الموارد نتاع سنه 21 و22،
وكان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي انطلقت منذ داير مارس 2020 وقت اللي كان هشام المشيشي رئيس الحكومة في الوقت هذاك، وكان الرهان كل الرهان بالنسبة للحكومة وقتها أنها تتمكن باش تخلط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ويمكنها مش فقط من المبلغ اللي باش ناخذوه من عند صندوق، انما وقت اللي ناخذوا الاتفاق من عنده يمكننا ذلك من انه ناخذوا نقترضوا من عند مانحين اخرين اللي الناس كل تشترط اتفاق مبدئي مع الصندوق بل ما تمنحنا قروض، شيء اللي ما تمكنتش لا حكومه هشام مشيشي ولا من بعد ذلك حكومه بودن الا ريسامون فاش لقينا اتفاق مبدئي مع الصندوق، وما زالت الكونكريتيزاسيون نتاعو منتظره الى اوائل السنه الحاليه. بالتالي هذه ازمه على مستوى الماليه العموميه بيان اونتوندو. وقت اللي نتحدثوا على قانون الماليه فما ايضا رهان اقتصادي المقاربه للحكومه هذه، كيف ما الحكومات المتعاقبه الكل منذ 2011 ومن قبلها هي مقاربه تقوم على اساسا القطاع الخاص كالمحرك الاساسي في الدوره الاقتصاديه، في الوقت لانه وقت اللي تعرض الاقتصاد الوطني لازمات من نوع هذه، واحنا حكيت على النيفو كونجونكتورال، احنا بطبيعه عن النيفو ستركتورال، ازمه ماهيش جديده في الماليه العموميه او في الاقتصاد التونسي، وهي نعتبرها نتاج للتوجهات الاقتصاديه الاجتماعيه اللي تبع فيها تونس منذ ما يسمى الاصلاح الهيكلي تبنيت تونس اواخر سنوات 80. بطبيعة الحال المنوال هذا قائم بريسيزيمان على أساس أنه كان القطاع الخاص هو المحرك الأساسي في لخلق الثروة وتحريك الاقتصاد في الوقت اللي أكثر البلدان اللي تبع بكل انضباط المنوال هذا، أي مثل الخيار التقشفي، ريناها كيفاش تصرفت في الأزمة متاع الكورونا. ألمانيا لربما من أكثر البلدان انضباط للأرتودوكسي بيجيتير هذايا، وقت لأوائل سنة 2020 قدرت أنه تداعيات متاع الكورونا باش تسبب لها خسائر على مستوى 6% من البي بي متاعها، البلان دو رولانس اللي بدأت تحضر فيه قايم أساسا على التمويل العمومي أو الاستثمار العمومي اللي كان يمثل 20% من البي بي. بالتالي الرهان على مستوى اقتصادي فيما يخص تونس في الوقت الحالي ما عناش خروج من الأزمة الحالية إلا باعتماد ان بلان دو رولانس قائم على الاستثمار العمومي. ضروري أنه نمولو ان بلان دو رولانس بالانفستيسمون بوبليك، ما نكتفيوش بالقطاع الخاص اللي بطبيعة الحال ينجم يكون محرك أيضا، وهذا رهان حيوي واللي مالوروزمون في قانون الماليه تونجيو كيفاش ما لقيناش اوكون تراس معناها نتاع اون رولانس بازي على لانفستيسمون بوبليك. تقولوا انتم كيفاش شنو نمولوا بيه؟ اون رياليتي القاطرات اللي عندنا في الاقتصاد التونسي قاطرات متعدده، وتمكننا من نجمو نعملوا رولانس كي نقولوا فلاحه في تونس، كي نقولوا سياده غذائيه كنهج اقتصادي او سياده طاقيه انتقال طاقي نجموا نعملوه. هذا من كل قطرات الدوله تنجم تمول بهم بوبليكمون، معناها ان بلان دو رولانس استراتيجيك اللي القطاع الخاص يتبع ويعاون هذاك باش نحطوا الفلوس في الماكينه باش تعاود الدمرش. مالوروزمون ما فما حتى نيه اتجاه نحو بلان دو رولانس من نوع هذا، بالتالي مالوروزمون ما فما حتى بوادر للخروج من الازمه الاقتصاديه. ثالثا ممكن نختم في الاطار العام، بيان اونتوندو المستوى الاجتماعي، وقت اللي نتحدثوا على خدمات عموميه سيرفيس بيبليك، وقت اللي نتحدثوا على حقوق الانسان نوتامون الحقوق الاقتصاديه الاجتماعيه، هذا مربوط ارتباط لصيق بخدمات العموميه اللي تقدمها الدوله من صحة وتعليم وسكن اجتماعي ونقل عمومي إلى آخره. والرهان مرة أخرى كيفاش باش يتمكن قانون المالية من توفير الموارد الضرورية باش على الأقل نحدوا من التدهور المستمر اللي تعيش فيه خدماتنا العمومية، ومن توفير ما يكفي من الأموال أيضا لتقديم المساعدات الاجتماعية اللي من شأنها أنها تخلي طبقات الهشة والفقيرة تتحمل بأقل حدة الأزمة الاقتصادية اللي قاعدين نمروا بها وتقلص من الفوارق الاجتماعية. وفي هذا ايضا نلمسه في قانون الماليه خيار تقشفي اللي مالوريزمون يمشي في الاتجاه
العكسي. اللي حبيت نقوله بالثلاثة مستويات هذه برقيا هو أنه معناش خيار آخر لترفيع الموارد موارد ذاتية للدولة. نحكيه على موارد ذاتية، نحكيه على موارد جبائية وموارد غير جبائية. قد ما نجم نحسن في مواردنا غير جبائية، أي الموارد متأتية من استغلال ثرواتنا الطبيعية، تبقى على مستوى ليميتي، البوتنسيال متاحة ماهوش كبير ياسر. فمعارضي قانون المالية الحالي واللي يقولوا مثلا اللي هو قانون جبائية أو قانون مجبى، إذا كان المحتوى متاع القراءة متاحهم تستند على الظلم الجبائي اللي تحمله السياسة الجبائية، هذا يستقيم، وهذا اللي نحاول نبرهنه في القراءة متاعي. إذا كان باركونتر يستند على الزيليمان دو لونجاج متاع السردية المهيمنة اللي هي تبرر السياسات التقاشفية واللي هي تستند على الضغط الجبائي، يولي وقتها ما يستقيمش حسب تقديري. لأنه ولو صحيح تونس في قانون المالية هذه رفعت بحوالي 4.5 مليار دينار في مواردها الجبائية، واللي خلطنا على مستوى متاع ضغط جبائي حسب تقريب 25%، وللتذكير ما معنى ضغط جبائي سي تو سامبلومون الموارد الجبائية اللي دخلهم الدولة كي نقسموهم على البي بي، مؤشر لا أكثر لا أقل، ما ينجمش يكون إطار فكري من وراه نحلوا الميزانية أو السياسة الجبائية ونعارضوا أي حكم جبائي يترجم برفع للموارد الجبائية. بالتالي بالنسبة لي أنا كقدمت للرهانات المختلفة اللي تعيش فيهم تونس، ضروري جدا الترفيع و سي بوسيبل أن نرفعوا وبطريقة كبيرة برشا في مواردنا الجبائية من غير ما ينعكس ذلك على المواطن بطريقة سلبية، بل بالعكس. ممكن هذا في تقديم عام للمؤشرات. بطبيعة جات أحكام جبائية مهمة في قانون المالية ضروري تعليق عليها، ومنهجيا الخطأ اللي نتيحوا فيه في النقاش العام في تونس هو جنرالمون on se contente de commenter les dispositions fiscales اللي يجيوا في قانون المالية. بطبيعة هذوكم ضروري تعليق عليها، وننساو السياسة الجبائية اللي يحملها قانون المالية اللي ما يعدلش فيها، خاطر الأحكام الجبائية هي تعدل فقط في بعض الضرائب على مستوى النسب متاحهم أو على مستوى الإجراءات الجبائية. فضروري من بعد القراءة باش تكون على الأحكام لكن أيضا على السياسة الجبائية اللي يحملها قانون المالية. شكرا أمين على القراءة الأولية للملامح قانون المالية سنة 2023. تعرضت في حديثك لنقطة مهمة برشا، تأثير هذا القانون على الفئات الهشة والأكثر هشاشة في المجتمع، ولهنا ما نجمش نمر دون أنه نحكيه على النساء وتأثير القانون المالية على النساء. ثم نشكون يحكي أنه ثم إجراء بالترفيع في عدد في قيمة القروض الممنوحة للنساء لبعض المشاريع، ناس تعتبروا يزينوا به، ناس تقولك هذا إجراء حقيقي. نحب نعرف لهنا تعليق الأستاذة سوسن حول الموضوع وتعليقها أيضا حول ما جاء في قانون المالية بصفة عامة. تفضل. شكرا نوات وأكسفام على هذه الدعوة. قبل ما نبدأ نحكي على المالية، حبيت جوست نذكر وإحنا في شهر جانفي أنه في بلادنا شهر جانفي عرف تواريخ فارقة كانت فيها حركات احتجاجية، السبب الرئيسي متاعها هو اقتصادي اجتماعي بالأساس. خلينا ما ننساوش 26 جانفي 78 وقت اللي صارت مواجهة بين نظام البرجيبي، بين خيارات نويرة كرئيس وزراء، وبين الاتحاد حول الخيارات الليبرالية لنويرة. ما ننساوش 3 جانفي 84 انتفاضة الخبز وقت اللي الشعب انتفض ضد رفع الدعم، والأخيرا وليس أخيرا 14 جانفي 2011 اللي هو صحيح ثورة للنخب، لكن أيضا خلينا ما ننساوش اللي هي ثورة للجهات الداخلية المهمشة التي ثارت ضد الحيف الاجتماعي، ضد الحجرة، اللي طالبت بشغل حرية كرامة وطنية، ولكن أيضا بتغيير منوال التنمية. كانت الأمال عالية جدا، ولكن في المقابل شنو شفنا؟ شفنا أنه فما ترفيع في الأجور كان بصفة إلى حد كبير عشوائية، لم يكن هناك خلق لفرص شغل حقيقية، ولم يكن هناك خلق للاستثمار. يعني إحنا في تونس تعدينا من دولة الرعاية إلى ليبرالية هشة إلى خليني نقول اليوم إلى أمباس
وصلنا للامباس. في وسط الامباس هذه اكتشفنا قانون المالية 2023 واللي فيه جيبية تمثل 58.8% من كتلة الميزانية، وذا اللي يخلي الرأي العام الكل قال أنها ميزانية جيبية. إذا كنا نقارنوا النسبة هذه متاع الجيبية مقارنة بالميزانية وبالدول الإفريقية، خلينا نقول أن تونس عندها نسبة الجيبية الأعلى على المستوى الإفريقي، على خاطر بالنسبة للدول الإفريقية المعدل هو 16% من جملة الميزانية. دونك غيان كو كي نشوفوا النسب هذه نقولوا كمام أنه قانون الميزانية هذه اللي ما كانش وراه رؤية اقتصادية واضحة، كان هناك بحث على التمويل، كيفاش مش يجيبوا التمويل، فما التدين وفما الجباية. الجباية هذه اللي مش تكون عندها تأثير كبير خاصة على الفئات الأكثر هشاشة. خليني جس نعطي مثال باش الطرح متاعنا يكون لصيق بالواقع. رو القانون كي خرج من هنا رو فما ناس أباغ أصحاب المهن الحرة اللي رفضوا الاتحاد، اللي رفض على خاطر بطبيعة قانون المالية ذي جاي بطريقة أحادية مسقطة، ما كانش فما حوار مجتمعي، ما كانش فما حوار مع المنظمات المجتمع المدني، مع الخبراء الاكسبرتيز اللي موجودين، فأكيد سيقابل بالرفض. لكن الرفض هذا لم يقتصر على النخب ولا على أصحاب المهن الحرة. رو مثلا خليني نقول لكم اللي في قروان 27 ديسمبر بالضبط فما تحرك الأكثر من 400 عامل خرجوا للشارع، سكروا الطريق في زوز مناسبات. علاش؟ على خاطر هما يخدموا في كارير متاع حجر، وفما تو فما جيبية اللي في الفصل جوكوها 26 توظفت على المستثمر، فالمستثمر قال لهم راني ما نجمش نخدم بالتو هذية متاع الجيبية الذي فرضة، وراني غير قادر باش نأمن مواطن الشغل متاعك. النتيجة أنه الخدامة خرجوا للشارع يحتجوا باش يقولوا راي الجيبية ذي مش تأثر على مواطن الرزق متاعنا، على خبزتنا اليومية. وهذا صار، والأكيد أنه رقعة الاحتجاجات اللي منعوا هذه مش تتواسع. فيما يتعلق بنساء عنا برشا نحكيو على بروج جونغ، دونك لانتيغراسيون دو لابروج جونغ دون لي بيدجي، اللي حاجة اللي احنا ما شفناهاش في قانون الميزانية هذا. ما فما حتى حاجة متعلقة بالليزينيغاليتي ان رابور افيك انساء. الأكيد أنه بار لي شيفر في تونس فما مفارقات عديدة من غير بتاتخ ما نرجع عليها. ليكار سالاريال وصل 25%، النساء صاحبات المؤسسات الاقتصادية يمثلوا فقط 8.5%، بالنسبة للبوبولاسيون اكتيف يعني النساء يمثلوا تقريبا 27% والباقي رجال. دونك مفارقات كبيرة. شنو تطرح الميزانية كبرامج ومشاريع ورؤية لتقليص في الفوارق هذه؟ ما فما حد شيء. وحتى كما قلت أنت يعني وزارة المرأة تحكي على أنها رفعت في تلك القروض الممنوحة للنساء بدون فائض. خليني نقول لكم عن تجربة لصيقة بنساء. راهي نساء ما تنجمش تأخذ القرض وهي تعفروها، هي غير قادرة باش تخلصوا، خاصة القروض الصغيرة. وإذا كان ما فماش تكوين ومتابعة ومرافقة لنساء فك المشاريع الصغيرة تقول لك أنا ناخذه مش نصرفه مش كون غير قادرة باش نخلص، فما ناخذوش. وراه فما عزوف كبير على القروض الصغيرة. القروض الصغيرة ذيك يصعب أنها تغير من واقع إنساء، خاصة إنساء الأكثر هشاشة ونساء اللي تعيش في البلايس في تونس، في أعماق تونس، في المناطق الداخلية. دونك لهنا هذا يحيلني أنه ما فماش رؤية باش يكون فما تمييز إيجابي لنساء فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي. وهذا يترجم أنه ما لقينا حد شيء في ميزانية ولا مشروع ميزانية 2023. خليني نضيف أنه إذا كان كما دستور 2022 هذا ما نجموش نفصلوه على الوضع السياسي اللي نعيشه فيه احنا اليوم. قانون مالية ما يكونش حوله حوار، ما يكونش فما الأطراف تحكي كل واحد يعطي رأيه ويكون فما نقاش وتتخلق قناعة بالخيارات هذيك، فالأكيد أنه سيكون مسقط. راك ما تنجمش تفرض قانون مالية بالقمع، يعني الأكيد أنه سيجابه بالمقاومة، ماهوش مش يتقبل مش يترفض. والأخير أنه الفاتورة لغالب مش يدفعها الناس الكل وخاصة منهم. خليني أذكر
الجهات الداخلية اللي ما لقينا حتى شيء بالنسبة للتمييز الإيجابي للجهات الداخلية، ما لقيناش حتى شيء بالنسبة للمشاريع الكبيرة المعطلة في الجهات الداخلية، البعد الاجتماعي غايب، وينه الخطاب اللي يحكي على تكريس ذلك البعد الاجتماعي والدفاع عن الفئات المهمشة؟ كي تجي تشوف ترجمته في البرامج وفي الميزانية ما فما حتى شيء، بالعكس فما تهميش الميزانية المسندة لوزارة التربية، وزارة النقل، وزارة الصحة، وفي المقابل شوفوا الاهتمام وين منصب، وشوفوا أنه الميزانيات اللي قاعدة تزيد من بينها الرئاسة، الدفاع والأمن، هذا يوري الخيارات الحقيقية متاع الدولة بعيدا عن تلك الخطابات الفارغة الشعبوية اللي بطبيعة ما تنجمش تكون هي الحل للوضعية المعقدة اللي تعيشها تونس، واللي لا فقط مرتبطة بوضعنا الداخلي ولكن أيضا بالوضع الإقليمي اللي ممكن نحكي عليه بعد. نجي لهنا السيف، النقطة مهمة برشا، وانتم ما زلتوا كي أصدرتوا في أوكسفام تقريركم البقاء الأقوى، ضرورة فرض ضرائب على أصحاب الثراء الفاحش. شفنا هنا حكاية أكد أمين أنه ثم لا عدالة جبائية في تونس، وثم برشا نقاش مجتمعي على العدالة الجبائية، لكن نعرف أنه مشروع الإصلاح الجبائي بدأ من 2012 لكن ما تقدمش. كيفاش تقدم قراءتك للمنظمة أو ما يسمى من المنظمة الجبائية في تونس؟ وهل هي خصوصية تونسية مرتبطة بقوة لوبيات نافذة هنا عندها طابع دولي؟ شنو ممكن ثم تجارب النجم ومقارنة نجم نشوفوها في العالم؟ تفضل. شكرا لك سميح، وشكرا للزملاء وزميلات اللي دخلوا. تنزيلا او الحاجه للسياق العام تاع التقرير اللي اسمه البقاء للاغنى، هو تقرير تنزله أوكسفام في كل عام في شهر جانفي او مارج دو مؤتمر دافوس اللي يصير في سويسرا كل عام في العالم. وأوكسفام عنده اشهر زوز تقارير يتنشروا كل عام، التقرير نتاع جانفي اللي هو على دافوس الرابور دي زينيغاليتي دو دافوس، وفما تقرير اخر اللي هو الكوميتمنت اوف ريديوسين انيكواليتي، هو مؤشر الالتزام بمحاربه المساواه. هل لي دو رابور هذوما ينزلوا السياق التونسي مع جملة من السياقات اللي موجودة في العالم؟ مع تواصلا اللي كان قاعد يتقال من الزملاء انه لا توندونس مونديال هي اللي موجوده في تونس، يعني في نفس في العالم زيادة فما الناس اللي هم اكثر اللوبيات تاثيرا، واللي عندهم قدره كبيره على التاثير على مختلف السياسات. البريزم اللي تاخذه أوكسفام في الطرح نتاع الزوز تقارير هذوما هو مؤشرات المساواه وانعكاسات نتاع السياسات اللي تم اتخاذها في اعلى مستويات في العالم على الناس كما قالت مدام سوسن عن سي وعلى مختلف الفئات الهشة. تقرير السنة كشف كالعادة معناتها أنه أنكور 1% من الناس من الرجال برنسيبالمون يمتلكوا ثروة تقدر قد 99% الأخرين من اللي معناتها لي شيفر. وندعو الناس باش تعمل طلع التقرير اللي تلقاوه في الكيو آر كود اللي موجود في الستوند. المؤشر للمساواه واللي هو نحب نحكي عليه لانه ممكن يعمل ربط مباشر باللي كان قاعد يتقال، لانه مؤشر للمساواه في اربع عناصر رئيسيه يتعمل عليهم السكورينج. المؤشر الاولاني يتعلق بالعداله الجبائيه، المؤشر الثاني يتعلق بالانفاق الاجتماعي، المؤشر الثالث يتعلق بالزينيغاليتي فيزافي لي فام. بتونس انكور اون فوا قاعدين نوخروا في الترتيب، انكور قاعدين نوخروا في الترتيب، مانيش قاعدين نقدموا لان اون انستور با بلوس دو بروغريسيفيتي كيما كان قاعد يقول امين في كل قانون ماليه في العشر سنين الاخرانيين، اللي حتى في العشر سنين الاخرانيين كانت قوانين مسقطه وتمشي لمجلس النواب، وكنا حاضرين في المجلس وبرشا عباد من اللي موجودين لهنا كانوا يحضروا في المجلس يعرفوا كيفاش تخدم قانون الماليه، انه تجي نسخه جاهزه تمشي لوزاره الماليه تصادق عليها قليل على الاخر وين صار تغييرات كبيره، بل بالعكس
سمعت يكون المجال مفتوح لللوبيات نتاع اليخوت وللوبيات نتاع مختلف اغنياء البلاد ريلاتيفمون، هما اللي عندهم القدره على اللوبيينغ، هما عندهم قدره على الانفلونس في مجلس نواب الشعب. واليوم ما بعدناش برشا معناتها على لي توندونس هذوما، جوست كان مسقط من طرف شخص بركة هو اللي حط قانون الملاية بالطريقة هذه. أنا ممكن نرجع في قراءة صغيرة للأرقام، ممكن أكثر الأرقام اللي صدمني هو الرقم اللي متعلق بالديون. أنا بس نخلص 45% من خدمة لأصل الدين اللي هو أكثر من ميزانية الفلاحة، لأنه احنا اليوم في عالم اللي نحكيه على النوفيل توندونس متاع السيادة الغذائية متاع كيفاش ندعموا الفلاحة. احنا في تونس نخلصوا ديون أكثر من اللي ننفستيو في الفلاحة مثلا. حاجة أخرى زادة شيفر اللي كان صدمني زادة هو ميزانية الاستثمار في الميزانية 13% اللي هو أقل، ثاني أقل نسبة في 60 سنة، طلع أول نسبة أنا هي 2022، أوكي، هي أكثر أقل نسبة متاع استثمار. يعني تونس في احنا أكور دو التوندونس اللي موجودين في العالم. ممكن بعديك نحكيه على الحلول معناتها وشنو الحلول اللي تنجم تكون ممكن، ولكن احنا السنه في اوكسفام ولوكازيون دو رابور على زينيغاليتي حاولنا ان نعاولوا نظهروا للناس كيفاش التداعيات نتاع السياسات اللي تصير هذه على الناس اللي هي في وضعيه اقل هشاشه، وندعو الناس اون فوا باش يمشيو يشوفوا سكون بيبليو سور باج فيسبوك في اللي هو يتطابق تماما مع اللي كانت تقول فيه مدام ساوسن في علاقه بتاثير السياسات هذه على الكاتيجوري اللي بو فولنرابل، ولو انه مش باهي اني نقول فولنرابل. من جهة أخرى زادة وانكر في قانون المالية متاع اليوم، لأنه فما ما احنا يقال علينا ديما أنه الناس اللي نحبوا ضريبة على الثروة، واللي تونس ما فيهاش ثروة باش نجموا نفرضوا عليها ضريبة، ولكن الإجراءات اللي تم اتخاذها على الأقل في قانون المالية الجديد بعيدة كل البعد على ما يسمى بضريبة على الثروة. ما أنت تقول زدت 0.5% على العقارات اللي قيمتها 3 مليارات واللي هي المسكن الثاني، معناتها ما نراش انه هذايا هو اللي مقصود كونكريتمون بقرار ضريبه على الثروه ولا بقرار ضريبه على المرابيح نتاع الشركات الكبار. معناتها كاينه كي العاده ناخذوا العناوين الرنانه كما هي باش نعملوا بها شويه كوميونيكاسيون باهيه، ولكن في المحتوى نبعدوا برشا على شنو كونكريتمون نحبوا نعملوا. وبتاتر قبل ما نختم نعطيك الكلمه انه في اطار لا توندونس مونديال في علاقه بالضريبه نتاع الاثرياء، كي نقول لك مثلا واحد كيما ايلون موسك اللي هو من اغنى اغنياء العالم في الكلاسي 5 ولا 6 يخلص 3% أداءات على جملة الشركات والكل اللي وصل بهم للقمر. دوك لهنا نجم نفهم كيفاش الفردوة على شكون قاعد يتهز. شكرا. نرجع لهنا الأمين، نعرفوا اللي عشنا يكون السنة الأصعب من المسألة من الزاوية الاقتصادية، نسب تضخم رهيبة 9.8% وخاصة مواد غذائية نقل سكن، الدينار ما تعافاش بلاك زاد نهار أكثر أمام الدولار في هالمناخ هذا الصيب. شنو هو ترى أهم الإجراءات الجبائية اللي ممكن تعمق الأزمة عند التونسيين وتمسهم أكثر في جيوبهم؟ لربما العنوان الأبرز هو ترفيع في الأداء على القيمة المضافة. هذا يحتاج عليه برشا قطاع المحامين وأصحاب المهن الحرة أو اتحاد المهن الحرة، ماذا بين نطرق له. En fait, donc الخدمات المزداة من عند القطاعات هذه الكل، المهن الغير تجارية أو المهن الحرة ارتفع الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لهم من 13% إلى 19%. وفي هذا لربما الإجراء الأكثر حيف في قانون مالية 2023، باعتبار أنه أولا الأداء على القيمة المضافة اللي يتحملها هو المستهلك le contribuable بعنوان الضرائب هذية، ما همش المحامين والأرشيتكت والكونسلتان وغيرهم المهن الغير التجارية، إنما هو المستهلك سي فوزوتر كونسوماتور اللي أنتم كونتريبيوابل أو تيتر دو سيز امبولا. القطاعات هذه في الحقيقة تلعب دور الكوليكت، هي اللي تاخذ من عندكم أنتم تي في آ ككونسوماتور
باش تمشي تعطيها الإدارة متاع الجباية. بطبيعة الحال يجب أن نعكس سلبيا الترفيع في الأداء على القيمة المضافة على القطاعات هذية وقت لي يترجم ب لأنه الخدمة تولي الكلفة متاحة أكثر، بالتالي يمكن المستهلكين يمشيوا أقل الخدمات هذية. وقت يتعلق الأمر بالحق في التقاضي مثلا واللي هو من الحقوق الأساسية، ترفيع في الإداء على القيمة المضافة يعتبر معناها إجراء ما هوش اجتماعي بالكل. لكن أكثر من ذلك، الضرائب على الاستهلاك بصفة عامة وقت اللي نتحطوا على ضخ جبائي أو سياسة جبائية غير عادلة هي العمود الفقري متاع السياسة الجبائية التونسية ومتاع لما حال كان نزل سيف الأمور في سياقها العالمي. الخيارات النيوليبرالية بصفة عامة تحبذ الضرائب على الاستهلاك، وهي ضرائب نسبية ما تفرقش بينات الفقراء والأغنياء، هي نفس نسبة يدفعوها الناس الكل سوفا على مواد أساسية، كي نحكيه على دواء ولا باش تمشي تعدي عند الطبيب أو باش تشري أو إلكتريسيتي أو غيره، هذو مواد on peut pas s'en passer. وقت اللي السياسة الجبائية التونسية تعول كثيرا على ضرائب على الاستهلاك، بطبيعة الحال تبعد على تحقيق العدالة الجبائية. بورتون هذا العنوان الأبرز اللي أعطاته وزيرة المالية في وصفها الإجراءات الجبائية اللي وردت في قانون المالية الحالي، اللي خلي ضريبة على الأداء على القيمة المضافة في تونس اليوم هي الضريبة الأولى على مستوى الموارد الجبائية، معناها أكثر بوين دابوي فيسكال تعتمد عليه السياسة الحالية هي الأداء على القيمة المضافة بمردودية متاع 27.8% من جملة المداخيل الجبائية. هذا مثال على الضرائب على الاستهلاك، المثال الأبرز، لكن فما أيضا ما يسمى المعلوم على الاستهلاك اللي هو يوفر أكثر من 10% من الموارد الجبائية، وهذا مع بعضهم اثنين قريب 40%. وبدون مانير جنرال الجبائية غير المباشرة هي اللي توفر أكثر موارد، هي الماجوريتير في الكومبوزيشن في التركيبة متاع المداخيل الجبائية إجمالا. دونك هذا لربما الإجراء الأكثر حيف، الحكم الجبائي اللي يخفي من وراه كيف ما قلت في المنهجية متاعي السياسة اللي تتبع فيها دولة تونسية منذ عقود، منذ ما يسمى الإصلاح فمثلا فما ترفيع في الخدمات متاع الشيروجي استيتيك من 7-19%، هذا بور لوكو ينجم يكون اجراء اللي يمشي في الاتجاه الصحيح. بيان اونتوندو تعرفوا اللي
بس عاد شيروجي استيتيك سو نيبا ان شوا وقت اللي عبد يتعرض لحادث مرور. الحاجه هوني ماهيش حاجه نتاع تجميليه بحته، وهذا خذيه بعين الاعتبار قانون ماليه ويستثنيه من الترفيع، لكن كيف كنا نعتمدوا انتو نتاع 7% بالنسبه للشيروجي استيتيك تقولش عليها اي كونسلتاسيون ميديكال، هذا في حد ذاته كان اون انومالي، والترفيع فيه 19% نعتبر انه يمشي في الاتجاه الصحيح. بالتالي نعش ممكن نحكي من بعد على البدائل، اما اللي كان من المفروض نمشيه فيه هو الاتجاه العكسي. ايش معناه الاتجاه العكسي؟ ما نقصوش في الليتو، بل بالعكس اون ملتيبلي ليتو، وبالتحديد نجم نرسي معناها نسبه جديده اللي تكون على مستوى مثلا 29% pour cibler la consommation des ménages riches. اي نعملوا كيف ما عندنا توا ليستا نتاع المنتجات او الخدمات اللي نطبقوا عليها نسبه 7 او نسبه 13% او ليستا اكزونيري من تي في ا، نعملوا ليستا نتاع لي برودوي دو لوكس بين ظفرين. و ايفيدامون يا ان ديبا على شنو هو برودوي دو لوكس شنو برودوي دو بريمير نيسيسيتي. اون بو سيبلي لا كونسوماسيون دي ميناج ريش، ونعملوا ليستا من هذه ونطبقوا عليها نسبه 29%. علاش اختار 29%؟ لانه كان معمول بها في النظام جي بي اي التونسي وتم الغائها سنه 2007. فوندامونتالمون اذا كان نحبوا نمشيو اكثر للليديال نتاع جوستيس فيسكال، لازمنا نعملوا اقل على الضرائب، هذه ضرائب على الاستهلاك، ونمشيو اكثر للوفيه الاخرين اللي هما عديدين ومتنوعين. وخليني بوريتر ان بو بوزيتيف نحكي على الضريبه على الثروه العقاريه اللي وردت في قانون الماليه، وكما قال سيف نوافقوا انه اكثر منها افي دانونس كو اجراء حقيقي من شانه تحقيق الاهداف من وراء ارساء ضريبه على الثروات الكبرى. حكيت برشا على الرهان المالي والاقتصادي والاجتماعي اللي الكلهم يصبوا في اتجاه انه لازم نلموا موارد جبائيه ما اكبر، لكن كنت حدث على ضريبه على الثروات الكبرى ماذا بيا نقدم بعض الارقام اللي توري مدى فظاعة الفوارق الاجتماعية في تونس وقت اللي نتحدثوا على الأملاك. حسب World Inequality Database اللي هي من أهم المراجع اللي تقيم الفوارق الاجتماعية بعنوان الأملاك وبعنوان المداخيل، نشوفوا في تونس أنه بعنوان الأملاك 1% من التوانسة اللي عندهم الباتريموان نت البلوز إلفي، مجموع قيمة أملاكهم يمثل 24% من التوتال متاع الباتريموان متاع التوانسة، كازيمون ربع. 10% اللي عندهم باتريموان نت لو بلوز إلفي، مجموع مداخيل مجموع أملاكهم قيمة أملاكهم 58% قريب 60%، وقت اللي 50% من التوانسة اللي عندهم لو باتريموان نت لو موانز إلفي، أي نص التوانسة البروبريتير، قيمة أملاكهم أبين 5% أقل شوية 4.8%. وهذا اللي يوري الفوارق الاجتماعية الفظيعة بعنوان الأملاك. وأنا لهنا ما نحكي كان على البروبريتير بيان انتوندو، ما نيش نحكي على النون بروبريتير، واللي يجوستيفي ان فيت ضريبة على الثروة اللي المفروض تكون طموحة أكثر برشا من اللي وردت في قانون المالية. كيفاش وردت في قانون المالية؟ لازم السوي اللي حدو المشرع باش تدخل باش تشملك الضريبة على الثروة العقارية هي 3 مليون دينار أو 3 مليارات مليمات بالعامي متاعنا، ولازم تستثني الإقامة الرئيسية لا ريزيدونس برينسيبال، ولازم تستثني أيضا الأملاك العقارية اللي تستعملها لأغراض مهنية. دونك بعد ما تنحي الريزيدونس برينسيبال متاعك وتنحي أملاك العقارية اللي تنجم تستعملها لأغراض مهنية، تحسب قيمة الأملاك العقارية الأخرى، لازم تخلط 3 مليون دينار باش تشملك الضريبة على الثروة العقارية بنسبة 0.5%. والإجراء هذا نعتبره إجراء ولو مشي في الاتجاه الصحيح، وفي حد ذاته ما نجموش نعرضوه، لأنه اللي باش يتحمل العبء متاعه هما مبدئيا أصحاب ثروة عقارية اللي عندها من المجال اليوم باش تساهم أكثر جبائيا، إنما كان نجم يمشي أبعد من ذلك. كيفاش كان نجم يمشي أبعد من ذلك؟ أبعد من ذلك، أولاً عدم الاكتفاء بالأملاك العقارية. الضريبة على الثروة الكبرى من المفروض تشمل أملاك عقارية وأملاك مالية لزاكتيف فينانسيي. أصحاب الثروة الكبرى ما عندهمش كان عقارات، عندهم أيضاً
أرصدة في عندهم دي كونت بانكير غارني عندهم دي اكسيون وهذم ناتوريلمون من المفروض يدخلوا في الاسيات نتاع ان امبو سو لي غراند فورتون. واحد اثنين بطبيعه الحال كان من المفروض ايضا ما يكتفيش بالعقارات الليموبيليير لكن يشمل المنقولات، وهذا مثلا وقت يبدا في القصر او في الدار الكبيره الفيلا الكبيره يبداو عندنا ديفال حاجات من نوع ستاتيو او تابلو، تنجموا انتم تقولوا شنو هذا ستاتيو ولا تابلو، اذا تنجم تكون القيمه نتاعهم حتى اعلى برشا من ان ابارتمون ولا عقار صغير، فالمفروض يدخلوا ايضا في ليفالواسيون نتاع سكو لون كونسيدير نحنا ثروه كبرى. كي نقولوا يخت مثلا بطبيعه من المفروض ندخلوه في الاسيات في ليفالواسيون نتاع شون سميو احنا جراند فورتون، وما المفروض تشملوا ضريبه على الثروه الكبرى. والمستوى الاخير هو النسبه، بعد ما حكينا على الاسيات كيفاش النسبه الضريبه جات نسبيه، اي ان سولتو نتاع 0.5% في الوقت اللي تجارب المقارنه الكل، كان ناخذ زوز امثله جارنا الجزائر او فرنسا، هذو الاثنين عندهم ضريبه ان امبو سو لا فورتون فيه سي ترانش، بالتالي هي ضريبه تصاعديه سي ان امبو بروغريسيف دونك سي ترانش، وبطبيعه كل ترانش عندها ان تو كوريسبوندون. كي نشوفوا تو سوبيريور في زوز تجارب هذيا في الجزائر يخلط حتى ال 1.5% في فرنسا يفوت الاثنين، وهذه الحقيقه راهي ما استندتش على تجارب طموحه على مستوى كيفاش نتخيلوا احنا كسواء كمنظمات كيف ما اوكسفام اللي تخدم في مجال محاربه الفوارق الاجتماعيه او الفاعلين اللي يحملوا توجه بديل التوجه الاقتصادي العالمي. المعارضه الفرنسويه مثلا تقترح انه المعارضه الاساسيه هي اربع احزاب متشكله اللي يقترحوا انه يراجعوا الضريبه على الثروه اللي موجوده في فرنسا حاليا، باش يرجعوا فيها لي زاكتيف فينانسي اللي نحاهم ايمانويل ماكرون في قانون مالي 2018، وفي الضريبه على الثروات الكبرى في فرنسا كانت تشمل لي زاكتيف فينانسي ولي زاكتيف ايموبيليه تيلت عقود قبل ما ينحيه هو، والتداعيات كانت سلبيه جدا. هذايا ما تشوفوش كان لي جيلي جون وشنية التأثيرات اللي صاروا عليه هو كرئيس جمهورية، وتم وصفه أنه رئيس الأغنياء، مش فقط ذلك لكن التقارير نفسها متاع المؤسسات الحكومية الفرنسية تدل على أنه تداعيات كانت سلبية للريفورم لأنه نحى لزاكتيف فينانسية من الامبوس ولا فورتون. بالتالي اللوفيه on le prend comme il est maintenant هي خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن هي فرصة التحسين ونجم نمشيو به أكثر برشا من ذلك. maintenant نحب نتحدث بيان سور على القطاع الخاص. داير جينيرالمون العباد اللي تحكي لكم على الضغط الجبائي وما نجموش نكونوا في ضغط جبائي في مستوى أعلى من هكا، جينيرالمون هما العباد سو سونت لي بلو بريفيليجي سو لو بلان فيسكال اللي تخبيو رواقع سواء الشركة الصغيرة أو المواطنين اللي موجودين في طبقات المتوسطة أو في طبقات المدنية واللي هما إفكتيفمون عندهم واقع متاع ضغط جبائي كبير وصعوبات كبيرة، ويجيو ويتخبيو وراهم يقولوا أي ضغط جبائي ما نجموش نزيدو، في الوقت اللي الحقيقة الكونتريبيوسيون متاع القطاع الخاص في المجهود الجبائي ضعيفة جدا. وقت اللي نتحدثوا على ترفيع اليوم بالسي اس اس الكونتريبيوشن سوسيال سوليدير اللي وردت في قانون الماليه، حتى بعد الترفيع في السي اس اس نلقاو انه الضريبه على الشركات ما توفر للدوله كان 12.5% فقط من المداخيل الجبائيه، وهذه نسبه ضعيفه جدا مقارنه حتى بالستاندار انترناسيونال اللي مره اخرى الستاندار انترناسيونال ماهمش ماشيين في ثنيه صحيحه حسب تقديري على الاقل. هذا ثلاثة مرات أقل من الامبو سو لو ريفنو ان تيرم دو بار دو كونتريبيوشن، في الوقت اللي ما نرجعوش لبعيد ياسر 2014 رد التالي حتى من أوائل سنوات 90 كانوا زوز ضرائب هذوما عندهم نفس المردودية حوالي 20% كل ضريبة منهم، ويصير الديكروشاج هذا الديكروشاج ماهوش لو فروي دو هازار، هو لو فروي متاع توجهات
سياسات عمومية، ونذكروا أنه في قلب الأزمة متاع الكوفيد والريسبونسابيليتي متاع حكومة هشام المشيشي تخفض في الضريبة متاع النسبة العامة للضريبة على شركات بعشرة نقاط كاملة من 25 ل 15%. هذوكم عندهم نسبة خاصة بهم، البنوك عندهم نسبة 35% هابش نجيهم، لكن النسبة العامة نتحدث عليها 10 نقاط كاملة عام 2021، قبل ذلك 5 نقاط عام 2014، قبل ذلك 5 نقاط أخرى عام 2007، ومع برنامج الإصلاح الهيكلي 9 نقاط كاملة. فالتندنس واضحة جدا في تونس في اتجاه التخفيض في النسبة العامة للضريبة على الشركات، ويحمل ذلك توجه بيان اونتوندو ليبرالي، الفكره من وراه انه باش نحفز الشركات، باش نجعل الشركات عندها قدره على الاستثمار، باش نجلب المستثمر الخارجي، باش نوسع في القاعده نتاع الضريبة على الشركات وندمج الاقتصاد الموازي. اون ديرنير اناليز، العباد اللي تدافع على التخفيض في النسبه نتاع الضريبة على الشركات من وراها تقول لك أن وقت اللي باش نخفض النسبة الموارد سترتفع. هذا المؤشر لنجاح سياسة جي بي اي من نوع هذا. سي تو لو كونترير كي سي برودوي في تونس. الموارد اون فوليوم اصلا نقصد. بالتالي ضروري مراجعة سياسات من نوع هذه، لكن مالوروزمون سونيك لا بارتي فيزيبل دو لايسبيرغ كي نتحدث على النسبة العامة، لأنه فما النسبة العامة نحطوها للناس الكل، لكن عندنا ترسانة متاع امتيازات جبائية تفرغ أصلا النسبة العامة محتوياها يكمبريتو متاع 35% اللي من المفروض ينطبق على السيكتور رونتي، القطاع المالي، بنوك، أسيرانس، ومحلات تجارية كبرى إلى آخره. اللي الخطاب المهيمن أيضا يقول أنه العباد هذا منظمين والمساهمة الجبائية متاعهم واضح، سيركولي إن ريانا فوار، براو ادمجوا القطاع الموازي أو برا وشوفوا شكون الوضعية متاعه مش مريقة. ان فيت تقرير مصاحب لقانون المالية 2023 مازال كيف صدر الأرقام فريشك، تقيم المونكا غانيه متاع هالامتيازات جبائية، نفقات جبائية، ونلقاو القيمة متاعها 7.7 مليار دينار، واللي هو رقم ضخم جداً، تلمون ضخم كو إل ريبريزونت 155% من موارد الضريبة على الشركات. يمثل 88% من كلفة الدعم اللي موجود في قانون المالية واللي عملنا فيه ديجا اون لوفي بارسيال. يمثل أيضا 103% من العجز اللي موجود في الميزانية إلى آخره. عشرات المرات ميزانية وزارة الفلاحة، إذا كان تحكي على ميزانية وزارة الفلاحة، بو عشرات جيكزاجير بتاتر، مي ملتيبل كبير من ميزانية وزارة الفلاحة إلى آخره. بيان انتندو نفس الحاجة تنجموا تقولوا لي بلكش هذا سيت ان انفستيسمون نيسيسير يرجع لنا بوزيتيفمون على المستوى الاقتصادي الاجتماعي. سأكتفي بتقرير البنك العالمي في تونس اللي يقول أنه 4 استثمارات أجنبية على 5 كانت باش تصير بحضور الامتيازات الجبائية أو بغيابها. أوترومون دي ماهوش بالكل عنصر محدد في قرار المستثمر الأجنبي أنه يجي لتونس وإلا لا، كيف ما ماهوش عنصر محدد بالكل للمستثمر التونسي أنه يمشي للجهات الداخلية باش يمشي يستثمر الغاديك. Il ne faut pas être aneugle en économie pour constater أنه ce n'est pas du tout efficace. واحنا القاطرة الوحيدة اللي عطيناها للتنمية الجهوية بعد المسار متاع الاحتجاجات القديمة ياسر اللي ذكرتها المداخلة منه تمام متاع 2011، الإجابة الوحيدة متاع الدولة امتيازات جبائية وامتيازات مالية. ويفيدامون تعرفوا الناس كلها أنه الواقع متاع الجهات هذه ما تبدلتش بالكل، بالتالي الفلوس متاعنا قاعدين طيشوا فيها في التراب، وبلو بريسيزيمون قاعدين نحطوا فيها في الكاس متاع الشركات الكبرى، لأنه كيف تحدث على بنوك اون فان دو كونت عندهم نسبة تقولوا تراوها انتم تاع 35%، لكن كان تمشيو تشوفوا لي بيلان فينانسي اللي ينشروهم هما، مش بنوك فقط حتى لي جران جروب، تلقى المربيح بالمليارات والضريبة على الشركات تلقاوها 1% 2% 3%، وذلك بعنوان الانتفاع
بهيك الترسانة متاع الامتيازات الجبائية اللي ما نجموا ينتفعوا بها كان الشركات الكبرى جو ديفلوبري علاش من بعد. واضح، شكرا أمين على التقديم على الشرح. حكيت على نقطة مهمة برشا، أنه تراجع الاستثمار وميزانية خالية من مقاربة جندرية ومقاربة أيضا لتحقيق العدالة التنموية والاستثمار، وخاصة مع مؤشرات اللي صدرت تحكي على تراجع الاستثمار مثلا في الصناعات المعملية مثل الاستثمارات الفلاحية. كيفاش أستاذ سوسن تقيم هالميزانية على تأثيرها على مستوى الجهوي وتحقيق العدالة التنموية بين الجهات؟ شكرا. احنا كي نحكيو على حاجات صارت في التاريخ فالاكيد هو اللي نستخلص الدروس، خاطر هام برشا انه لا نعيد تكرار نفس الاخطاء. واحنا بتجربة صغيرة الميدانية اللي عنا وقربنا من الحركات الاجتماعية والاحتجاجية خاصة في المناطق الداخلية نجمو زادا نقيمو السياسات متاع البلاد بالمنظور هذاك. فيما يتعلق بالتفاوت الجهوي ولا التنمية في الجهات الداخلية، الإشكالية الكبيرة أنه مناش قاعدين نشوفوا في أنه فما دفع للاستثمار، مناش قاعدين نشوفوا أنه فما تشجيعات كافية للاستثمار، وإلا أنه أرضية ملائمة باش تشجع المستثمرين باش يمشيوا للمناطق الداخلية. فماش علاش باش يمشي مستثمر في مناطق داخلية إذا كان ما فماش الانفراستركتور اللازمة، إذا كان ما فماش خاصة مثلا مراكز التكوين المهني باش يلقى العمالة المختصة، إذا كان يلقى عديد الإشكاليات البيروقراطية، إذا كان دجا المناطق الداخلية فيها مشاريع معطلة وما فماش متابعة من الدولة وما فماش متابعة خاصة من وزارة المالية. دونك هذا الكل يخلي أنه فماش مناخ ملائم للاستثمار في المناطق الداخلية. خليني نعطي جوست ان بتيت اكزامبل في ورد في قانون المالية 2023. احنا نعرفوا الكل اللي منذ دولة الاستقلال، خليني نرجع شوية، وقع بناء بشوية بشوية منظومات الانتاج خاصة فيما يتعلق بالمنظومة الفلاحية والتربية الحيوانات والأبقار وغيره. اليوم قاعدة تتفكك تلك المنظومات، هكا شفنا احنا الأبقار متاع المشكلة اللي قاعدين الفلاحة مش منجمين يربيوا الأبقار متاعهم على خاطر وزارة الفلاحة قبل كان فما الإرشاد الفلاحي، كان فما متابعة، كانت فما تشجيعات قاعدة تتعطى للفلاحين خاصة الصغار منهم، توذية ماهوش موجود جملة على أرض الواقع. هذا خلى أنه الفلاح غير قادر أنه يكون عنده قطيع حتى كسوسوا صغير وإلى متوسط، قاعدة كانت المستثمرات الكبيرة. وعوض أنه الدولة تختار أنها تشجع الإنتاج الوطني، تختار أنها تراهن على الفلاح في تونس، خير ما فلاحتنا قاعدة تهجر وأراضينا قاعدة تهجر وولادنا قاعدين يرميوا رماحهم البرة. وخليني نقول لكم في المناطق الداخلية رو عديد القرى والمناطق اللي كانت غنية معنا بالفلاحة متاحة توا ولات قاحلة لهذه الخيارات، وأيضا للتغيرات المناخية اللي للأسف قاعدة تلقي بظلالها على النشاط الفلاحي بصفة أساسية خاصة منها ندرة المياه. في المقابل شنو خيار الدولة؟ شنو اللي عملوه؟ خليني نعطي هالمثال البسيط اللي يوري العقل الاقتصادي التونسي اليوم كيفاش يخمم، أنه قروا باش ينحيوا المراسيم على مسحوق الحليب المستورد. يعني أنت فعلا تدعم منظومة الإنتاج اللي هي موجودة واللي تعرف عديد الإشكاليات وأنك تراهن على الإنتاج الوطني، يعني الحقيقة معناها قرار عبثي. غيان كون مثال هذا يوري أنه الخيارات اللي قاعدين ماشيين فيهم الحقيقة لا تراهن على أنه نخرج حقيقة من الأزمة اللي قاعدين نعيشوا فيها، من لفات أنه المناطق الداخلية قاعدة يتعمق الزينيغاليتي اللي تعيش فيها، قاعد يتعمق ايضا الاحساس بالحقره وبالتهميش. راهو خليني على غالب ساعات اون سو ريبيت، مي راهو فما عديد الظواهر الاجتماعيه اللي قاعده تكثر في 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 المدن الداخليه. عندك انقطاع مدرسي كبير، عندك اشكاليات كبرى، عندك حتى الانتحار او بتدخ مسكوت عنه اما راهو حاجه كبيره، عندك مظاهر للعنف، هذا الكل على خاطر عندك بطالة كبيرة تمس خاصة الشباب وتمس النساء بصفة خاصة الفتيات والفتيات صاحبات الشهادات العليا. رأي البطالة تقريبا الضعف في صفوف النساء منها في صفوف الرجال. وشنية الإجابات؟ ما فما حتى إجابات لمجمل هذه الإشكاليات اللي تعيشها الجهات الداخلية.
في المقابل جست حبيت نحكي على رفع الدعم. يعني في الميزانية هذه وبالطبيعة حاجات تفرضها المؤسسات المالية العالمية، رفع الدعم مش يوصل 26%. كي يقع رفع الدعم شكون مش يتأثر؟ أكيد مش تتأثر الفئات الأكثر هشاشة، ولكن أيضا الطبقة الوسطى. وفي المقابل ما هو البديل؟ السؤال ما هو البديل؟ يعني أنا إحنا كي يحكيوا على الدعم المباشر، إذا كان أنا مش نعطي وثيقة لوزارة الشؤون الاجتماعية اللي تحكي لي عندها اون باس دو دوني، راهو غيان كو أنا لا أثق في ذلك، على خاطر غيان كو أيامات الكوفيد وقت اللي وقع توزيع تلك الإعانات شفنا التجاوزات اللي صارت، وكيفاش أنه الإعانات ذهبت إلى غير مستحقيها، واللي صارت إشكالية كبرى فيما يتعلق بذلك. ودونك راهو أنه رفع الدعم مش يزيد يعمق من الزينيغانيتي اللي إحنا نحكيو عليها في المجتمع التونسي. حاجة أخرى إذا كان يمكن أن نضيفوها، أنه في كل مرة تصير نحكيو على التضخم اللي تقريبا وصل 10%، الإجابة تكون همش يزيدوا في التمام اللي وصل 8%. أنت كمش تزيد هكيكا شكون مش يتأثر؟ مش تتأثر المؤسسات الصغرى والمتوسطة اللي هي في حاجة إلى قروض باش تستثمر، وإذا كان هي مش تتمس المؤسسات هذه بطبيعة مش يتمسوا الطبقات اللي قاعدة تخدم، الطبقة الشغيلة اللي قاعدة تخدم فيها. إذا كان أشاك فوا دونك لوتو هذاك يزيد، فمش يتأثر أيضا المواطن اللي هو في حاجة إلى القروض، القروضات متاع الاستهلاك باش يشري كهرباء باش يشري دار. وإذا كان مش ينقص الاستهلاك، نعرفوا تأثير الاستهلاك على النمو اللي هو سيت ان موتور بور ليكونومي، اي دو كو دونك يفا يافوار دي ريبيركسيون كبار أنا راه. والأكيد أنه ممكن توا ماناش قاعدين نحسوا، مي الأكيد أنه فما مش كون فما ريزيستانس للقانون هذايا اللي مش يمس الناس برشا، ونتصور أنه مش تكون فما حركات اجتماعية اللي مش ترفض على لفات اللي هي في الفترة هذه، ممكن على خاطر ما فماش رؤية واضحة، الناس مش فاهمة البلاد وين ماشية، ممكن بتاتخ مش قاعدين يتحركوا. أما الأكيد بشوية إذا كان مش يتمسوا بالطريقة هذه في 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 القدرة الشرائية متاحهم، في موارد الرزق متاحهم مش تتمس بالخيارات هذه، فالأكيد أنه هذا مش يجيب حركات احتجاجية واجتماعية. نتصور مش تكون فيها إنساء، ومش تكون فيها خاصة الشباب اللي الحقيقة مش لاقي روحه تماما في هذه المرحلة. واضح، ألف شكر. سيف، حكي أمينة على حجم الامتيازات الجبائية الكبيرة، ثم زادت تقارير صدرت تحكي على ضعف إدارة الجبائية والمشاكل اللي تعاني منها. هل ممكن نعتبر أنه هي المسألة مسألة خيارات وضعف مؤسسات، أم هو استفاف واضح طبقي للدولة والأجهزتها إلى جانب فئة على حساب فئة أخرى؟ شكرا سميح. هو اول نقطه نحب نبدا بها اللي اللامساواه ماهيش حتميه، والتقشف ماهيش حتميه، معناتها راهو ديما البديل موجود. وحتى في بلدان في العالم، معناتها في ناخذ مثلا اكزامبل نتاع بلدان قرابنا، الجزائر مثلا ولا ايران ولا اذربيجان، التقارير الاخرى تفيد انه uni par rien que par la simple par la simplification نتاع لي بروسيدور فيسكال، وانهم عطاو بوسيبيليتي نتاع ديكلاراسيون نوميريك، لي شيفر تحسنوا. حتى في السي ار اي نتاع 2022 الجزائر مثلا طلعت 20 نقطه في التصنيف اللي تعملوا اوكسفام كل عام. فما بلدان اخرين كيما جورجيا ولا كيما تاجيكستان ولا كيما بوتان اللي هم ماهمش بلدان كيما النرويج ولا كيما الدنمارك، ولكن بمزور سامبل وبإرادة سياسية موجودة نجموا أنهم يعملوا على الأقل خطوات القدام في إطار تعبئة موارد الدولة. لأنه كي نحكيه على موارد الدولة، فإن هذا ما يعكس مؤشرات المساواة كونكريتمون في تونس. معناتها كي ناخذ أنا قانون المالية متاع سناء، يقال لأنه ميزانية الصحة ارتفعت وميزانية التعليم ارتفعت، وقت اللي هي كونكريتمون جوست تبع في التضخم اللي صار، معناتها في التضخم متاع قانون المالية لا سناء أوكان سونس، معناتها كونكريتمون ما زادتش. وإلا أنك تحكي لي على مؤشرات ارتفاع الإنفاق الاجتماعي،
ارتفاع الانفاق في قطاع الصحه بعد عام اللي نطيحنا جرادويل من بعد كي ناخذوا عام 2020 مثلا اللي هو عام البانديمي اللي نحن وصلنا بريسك 38% ولا 39% دو ديبونس على سيكتور سونتي. العام اللي بعده وفات البانديمي دونك طيحنا جرادويل في لي ديبونس هذوك السنه اوتوماتيكمون باش نلقاو انه الارقام ارتفعت. يعني ماهيش حاجه, ماهيش خطوه لقدام في اطار محاربه اللي مساوات. هذه هي النقطه الاولى. النقطه الثانيه وهنا نحب نرجع للتداعيات نتاع المختلف السياسات هذه وتوجيه من بعديك الاداره الجي بي كي نلقاو انه الناس اللي تخدم في معناتها انه اقتصاد الازمه يقتضي قانون مالية متاع أزمة. إذا كان العالم اليوم الأزمة ما هيش كان في تونس, العالم الكل يعيش في أزمة كبيرة, في أزمة الحرب العالمية الثانية مثلا أمريكا أقرت 90% من الضريبة على الثروة للناس اللي الضريبة على الشركات في الولايات المتحدة في عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية. يعني إذا كان بالحق الفم التوندوس مونديال باش نحاربوا المساواة في العالم يلزمنا الناس الكل نتبنيوا سياسات اللي هي موجعة. في بلدان, في تقرير أوكسفام مثلا نحكيه على اعتماد ضريبة بديلة على الدخل تحت 60% على اعتماد ضريبة استثنائية على الدخل تضمن مساهمة جبائية أكبر لأصحاب الدخل العالي باعتماد حد أدنى 60% اللي هو 1% الأغنى الأغنياء اللي كنا نحكي عليهم اليوم. معناتها أنه راهو فما حاجات اللي ساعات يقولوا يا 60% برشة ولا 25% برشة, إذا كان بروبورسيونيل الحجم المرابيح ماهوش يكون برشا. كي نشوفوا احنا مرأة تبيع في الملاوي والا كيما مدام نازلة اللي تبيع في الهريسة عاملة معها من هريسة اللي هي اليوم مدخيلها نقصد بريسك الشطر, ونرى شركات كبيرة متاع اجرو اليمونتير اللي تعمل شيفر دافير 956 مليار في عام اللي فيه كريس كوفيد. ما تفهم انه كونكريتمون اون في با لا كريس دو لا ميم فاسون, ولي ريبيركسيون دو سي بوليتيك اللي قاعدين يتخذوا ماهمش قاعدين يصيروا بنفس الطريق. لان ولهنا معناتها اذا كانك انت تحب تمشي في توجهات في اطار المساواه يلزمك تمشي باجراءات موجعه زياده تتوجه للناس الكل بنفس الطريق. وكذا النقطه الاولى. النقطة الثانية وحتى في توجهات في العالم وفما دراسة صغيرة صارت في أوكسفام أنه يقول لك مساهمة تضمنية ضريبة بخمسة بالمئة على 1% اللي قلنا يمتلك قد 99% من البشرية ينجم يوفر للعالم 1.7 تريليون دولار اللي هو قادر أنه يقضي على الفقر في آسيا وفي إفريقيا مثلا. معناتها معناتها احنا في تونس ساعات يقال ان نحكيه في حاجات بعيده على الواقع, خطابات يساريه رنانه غير مسيره للواقع. اذا كان ناخذ انا مثلا شنو يقول جهاد ازعور هوني مش كارل ماركس, يقول des impôts plus progressifs avec moins d'exonération aideraient les pouvoirs publics à financer les dépenses prioritaires et immédiates et rendraient les sociétés plus équitables. هذا يحكي على جهاد أزعور هو نيميرو 2 في صندوق النقد الدولي من ريجن وفي شمال افريقيا ولازي استراليا. معناتها كي راهو انه كونكريتمون راهو العالم الكل هو ماشي في الديريكسيون تاع اقرار اجراءات بقية أكثر عدالة. معناتها احنا اليوم خدك في تونس ندورو نرجعو للكوربوراتيزم كور فوا وللحماية مختلف القطاعات ولازم نحمي الانتريم تاع هذا على حساب الانتريم تاع هذا. دونك هذايا جوست نقطة حبيت نعرض عليها. نقطة ثانية في علاقة بإدارة الجي بي معناتها فما دراسة أصدرتها البوصلة في عام 2019 تحكي على الإشكاليات المتعلقة بإدارة الجي بي كما أنهم فما سيارة لكل 23 عون مين سي 16 عون كل 16 عون عندهم سيارة. بعديك نتسألوا كيفاش الدولة باش نجم تستخلص جي بيتها وكيفاش الدولة قادرة أني الفيز الناس باش نجم تلم جي بي بين الظفرين.
دونك من غير الممكن في الواقع انا نعملوا حاجات كيما هكا. ومن الحاجات الاخرين واللي لليوم معنا 20 سنه نسمعوا ب 10 سنين نسمعوا بالانتقال الرقمي والرقمنه اللي نولد ترول معناتها كي نحكيوا على الرقمنه نتروليو قاعدين ما فما شيء رقمي مازلنا في نفس السياسات. هذه الحاجه والحاجه الاخرى اللي مش نختم بها سميح ونعطيك الكلمه هي المرابيح نتاع راهو فما ناس تعمل تدخل في مرابيح خياليه معناتها اللي ما نحشموش باش نقولوها معناتها اللي نورمال مول لا كونتريبيوشن نتاع الناس هذو ما تكون بروبورسيونيل للمداخيل نتاع مدام نجله اللي تخدم في الهريسه والناس الكل معناتها. وهذا هو ممكن لو كور دو ميساج معناتها نتاع تقرير لمساواه نتاع اوكسفام هو هذا هو انه في وقت الازمه يلزم يكون قوانين الماليه نتاعنا نتاع مختلف الدول تكون ادابتي للازمات هذه. هذا هو واضح. شكرا سيف. نرجع لمين حكينا برشا حكيت برشا على الامتيازات الجبائيه اللي هي ثروه مهدوره بالاساس. ونحب هنا نسال يعني تجربه منح الامتيازات الجبائيه ما جاش مع 2023 عنده سنوات. ثم أرقام وثم مؤشرات تؤكد أنها فاشلة في تحقيق النتائج المرجوة. لهنا نحب نسألك علاش الإصرار على سياسات فاشلة؟ علاش ما ثماش رغبة للإصلاح؟ كان يحكي على إدارة الجبايه 16 كهرباء لكل 16 عون يخدموا على كهرباء واحدة. انخفض عدد الأعوان في إدارة الجبايه. نشوفوا قانون المالية 2023 ما ثم حتى تعويض رغم ضعف الموارد البشريه في قانون الماليه 2023 ثم حتى تعويض او انتدابات في اداره الجبايه. علاش الاصرار على التمشي هذا؟ ونفس السؤال اللي سالته لسيف هل هي مجرد خيارات خاطئه ام سياسات تنحاز لفئه وطبقه دون اخرى؟ شكرا لكم. عديد النقاط. ممكن نبدا من مساله التهرب الجبائي. ضعف الموارد البشرية والمادية في الفيسك ما هو شي موضوع هامشي، هو موضوع سياسي بامتياز يمسنا الناس الكل. كيف حكيت على ضعف متاع الضريبة على ثروات الكبرى اللي بصيغة اللي جات في قانون المالية 2023 حتى بالضعف هذاك مرجح جدا انه مناش باش نطبقوها تو سامبلومون، على خاطر اذا كان نحكيو على امبوست لي غراند فورتون لازمنا كإدارة متاع جباية نمشي ونلموا قاعدة البيانات متاع العقارات وندقوا فيها ونحينوها ثم نتابعوا التصريحات اللي بتجي بعنوان الضريبة على الثروة الكبرى في الوقت اللي أنا با تو سامبلومون لي مويان. خنزيد نحط الأرقام هذه في سياقها العام. نحن في تونس إذا كان نستثنيه الأداء على القيمة المضافة اللي المستهلك ما عندوش الهامش في التهرب الجبائي أو الضريبة على الدخل فيما يخص الأجراء اللي أيضا عندهم ريتوني على سورس دونك ما عندهمش إمكانية أنه يتهربوا، كل الضرائب الأخرى سان سوجي أون فرود فيسكال ماسيف. بعض المؤشرات تدل على ذلك. التجار والصناعيين بعنوان ضريبة على الدخل 430,000، عنا 40% ما يصرحوش بالكل، في 60% اللي صرحوا 90% يصرحوا المينيموم دامبو. فيما يخص وهذا نفس حسب تقريب الأرقام اللي تخص أصحاب المهن غير التجارية واللي قانون المالية هذايا ان فيت الالتجاء للترفيع في التي في اس لا سوليوشن دو فاسيليتي اللي لقاتها الحكومة لأنه ممشيتش للمشكل واللي هو جباية المباشرة لأصحاب المهن الحرة واللي هي ضعيفة جدا كون لو في او با من محامين ومن ديز ارشيتكت ومن طبة وكذا. وي نو ساجي با دو بوينتي دو دوا العباد ني دو كونسيديري كو سي ان لوفيي كي فا ريفولوسيوني تونس اليوم. هما مثلا كي نحكي على المحامين 8000 او 10000 محامي يمكن ربع نتاعهم اليوم فقراء، والأغلبية متاحهم في الطبقات الوسطى هي أقلية تحقق في مداخيلها هامة جدا. توجور إتيل كو إذا كان نفس التركيبة السوسيولوجية متاع باقي الشعب التونسي ما همش قاعدين
يصرحوا بحقيقة المداخل نتاعهم، ماهمش قاعدين يصرحوا سوفون تو سامبلومون. الشركات تحدثت قداش اون ا بيسي لو تو دو لامبو سو لا سوسيتي، قداش عندهم دي زافونتاج فيسكو. 46% ما يصرحوش بالكل، جزء يصرح نيان، جزء اخر يصرح ديفيسيتير. اون فان كونت ما فما كان 24% دي ديكلاراسيون امبوزابل، ربع. وكي نقولوا ديكلاراسيون امبوزابل مش معناها حق صر، معناها صرحوا بحقيقه المرابيح اللي عملوها، بيان كونترير يا دي سوبسون انه يعملوا دي سو ديكلاراسيون ماسيفمون حتى ربع اللي صرح. دونك اون فان كونت كي نلقاو هكا اوسيوم تاع تهرب وغش جي بي اي اللي مش كان مؤشرات فقط، هذه مش نقعد نص ساعه نحكي على المؤشرات. كي نحطوا قدامهم 1650 عون مكلف بالمراقبه الجبائيه، نفيقوا قد الرقم هذا الى ريديكول، ونفيقوا عليه. وهذا مره اخرى ماهوش موضوع هامشي، نحن كمجتمع اوني با اون تران دو متر لي مويان باش نلموا فلوسنا. كي نقولوا نلموا فلوسنا نستند على تقديرات حكوميه تقدر المونكا غانيي نتاع تهرب جي بي ب 25 مليار دينار. 25 مليار دينار، هذا رقم ضخم جدا، هذا حوالي 60% من مواردنا الجبائيه. 3.3 في مرات اكثر من العجز اللي موجود في الميزانيه نتاع السنه. ما فما حتى مسؤول حكومي اليوم ينجم يقول تونس ما عندهاش فلوس. دون توا لي مويان، وشنو هما لي مويان اون كيسيون؟ دي ريسورس هومان، ولازم الانتداب وبالالف لاعوان مراقبه، ويلزم كما قال سيف لا ديجيتاليز لي ريسورس دون مانيير جينيرال ماتيريال اي لوجيستيك، مش فقط ديجيتال بيان اونتوندو. سيف يقول كروزمون دي دوني، على خاطر اون فان دو كونت اليوم في المنظومه الجبائيه نتاعنا نظام المعلومات اللي نستعملوا فيه اضافه على انه هو اركايك، مي اون فان دو كونت معناش قاعده موحده للبيانات، اون اون ا بلوزيور كي نو سون ميم با كومونيكونت انتر ايل، بالتالي الاخلالات عديده جدا والاشكال فيهم تقشفي. المقاربه التقشفيه نتاع الصندوق اوتون هي خطيره على مستوى اجتماعي كخيار جوهري تبنى فيه تونس وبلدان الاخرى، واللي تنعكس سلبيا على توزيع الثروات. ابليكي على الفيسك سا دوفيان دو لا ستوبيديتي، معناها في 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 احلى تجلياتها. وهنا مش منظمه بوصله تعمل تشخيص فقط، الصندوق نفسه عمل تشخيص، المؤسسات الماليه العالميه وتشخيص ايضا نتاع الاداره التونسيه تتحدث نوار سور بلان على اساس انه الفيسك في تونس لو مانك كريان ان تيرم دو ريسورس هومان اي ماتيريال في كيلي انابت باش يلعب دور على مستوى الكوليكت ومقاومه التهرب جي بي اي. لهنا جو سوي ان تران دو سيتي صندوق تشخيص، منشيره يعمل تشخيص هذايا، ومنشيره اخرى يمنع الدول او يضغط على الحكومات المتعاقبه باش ما تنتدبش اي كومبري في الاداره نتاع جي بي اي. وفي هذا تواطؤ نتاع السلطات ونتاع الصندوق في التهرب الجي بي. هذا جانب نعرفش كان مازال عندنا الفرصه باش نحكيوا على نرجع لك اكثر بعد اكثر تفاصيل. نمشي نرجع للسيف، خدمتوا في اوكسفام على المعضله هذه، شنو ممكن شخصنا المشاكل، حطينا اصابعنا على بعض مكامن الضعف ولا الخلل ولا غيره غيره غيره، لكن شنو حسب رايتك ورايت اوكسفام عملت سلسله بالدراسات في العلاقه بالموضوع هذا، البدائل الممكنة، وهل المسألة تقنية بحتة أم مرتبطة أيضا بإرادة سياسية للتغيير ولإصلاح المنظومة الجبائية في تونس؟ شكرا ليك سميح. ممكن نعقب نقطة صغيرة على ما يسمى بكتلة الأجور والإشكال اللي متعلق بكتلة الأجور اللي في كل مرة نعاودوا يعاودوا يتأكدوا يعاودوا يتقال ويتقال برشا مرات، ولكن هذا في الواقع بعيد على الواقع، لأنه كي نقاو حتى بالأرقام من عام 2013 لعام 2022 زاد زيادة في نسبة الأجور في كتلة الأجور وزاد 1.3% في العدد الموظفين اللي تم اللي معناتها تم انتداب
زياده ب 1.3% في عدد الموظفين اللي يلتحقوا بالوظيفه العموميه، معناتها اللي هو 1.3% هو رقم اقل برشا من 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 برشا بلدان موجودين في بلايص وفي في بلدان اخرين في العالم. يعني تقديم هذايا كانه المعضله الرئيسيه في الاقتصاد التونسي، وانا كي باش نقصوا في الاجور باش تحل مشاكلنا، هذايا زاد فيه مغالاه كبيره ومعناتها وبعيد برشا على الحقيقه. لانه كي نقراو في نوفمبر انه في وزاره الصحه في عدد الاطباء مثلا اللي باش ينقصوا من هنا لعام 2030 حوالي 3800 طبيب، كيفاش نجموا نعوضوهم هذوما؟ نعملوا نجيبوا موظفين من بلايص اخرين بويسك عندنا تضخم في كتله الاجور نحطوهم طب مثلا؟ معناتها يا با دو سوليوشن. فما حاجه، فما قطاعات حيويه اللي هي يلزمها كل عام يصير فيها انتداب، معناتها هذايا مساله مفصوله نورمالمون في مختلف البلدان اللي في العالم، ولكن بار سوسي دو ديفلوبمون ولا بار سوسي نتاع النمو ديما معناتها ناخذوه كانديكاتور ايكونوميك شنو يعني. ولكن في الواقع انعكاسات هذايا عن نساء كما تقال وعلى الرجال وعلى مختلف الفئات اللي هي اللي كونكريتمون مازالت تستعمل في مازالت الاكسيد للتعليم العمومي، واللي النسب نحكيه على 500% في عام 2021 في دراسة أعدى الفوروم، معناتها توجه التونسيين للتعليم الخاص ب 500%، معناتها ديجا هذا رقم مفزع جدا. كي نحكيه على الـ على الـ على الانفاق في الصحة، نراو أنه شكون مازال يمشي للسبيطار اليوم؟ العبيد اللي وضعيتهم مزمرة. ولكن شنو يلقاو في السبيطار؟ في دراسات كل مرة تأكد في السبيطار ما فيش سكانير، السبيطار اللي فيه طبيب يخدم 10 أيام معناتها في الجارد. هذا هل أنك أنت بالإزانديكاتور إيمان هذوما تنجم تعمل نمو؟ بعد مستحيل تنجم تعمل نمو مهما كانت الحاجة. جوست نكمل لك النقطة في علاقة بالتوصيات. في العالم كما في نتمنى ان نكونوا نحن زاد جزء من لي توندونس اللي موجودين في العالم، من الحاجات اللي اليوم قاعده تطرح في برشا حبر هي الضرائب على لي مولتي ناسيونال وعلى لي ستارت اب، الناس اللي كي ني با بازي كونكريتمون في بعض البلدان. تحكيوا على تويتر فيسبوك، معناتها هل المنظومه هذه من لي ستارت اب لونيون اوروبيان في عام 2021 قاعدين يناقشوا في قانون جديد يفرض على الشركات هذه لي مولتي ناسيونال دفع الضريبه مش في البلدان اللي هي بازي فيها، ولكن في البلدان اللي تعمل فيها في سيرفيس. دونك معناتها هذايا نحكيو على في سي تي بروبوزيسيون دو لو سي دي او، هو تخدم مع البرلمان الاوروبي المشروع، يحكيو على فائض نتاع 3000 مليار اورو اللي نجموا يمشيو بعديك للانفاق الاجتماعي. معناتها نراو انه لونيون اوروبيان ولي ديسيدور العالميين كي نوز امبوز كونكريتمون دي مزور اللي هي تتعارض كونكريتمون مع شنو نحبوا نحن، ما يلزابليك سا في بعض في في في, في بلدانهم. يعني هنايا نقول انه راهو نعرف الحل اللي نجم يكون الحل اللي لازم يكون تونسي، ما يلزمنا نحن ناخذوا تصورات مالغري كو عندنا موجودين في العالم وعندنا العالم ياثر علينا في مختلف سياقاته، ولكن يلزمنا اون فولونتي، يلزمنا ناس اللي تخمم وبلوس دانكلوزيفيتي لمختلف الاطراف اللي متداخله في المجال الاقتصادي والاجتماعي. انا نحكي وكيفاش نجموا اليوم نخرجوا بالبلاد من الوضعيه هذه اللي نحن نعيشوا فيها. باش ما نطولش في اهم الحلول معناتها اللي تم اقتراحها في العالم، مثلا فما فرض ضريبة تضامنية مرة واحدة على المرابيح والمداخيل التي انتفع بها أغنى الأغنياء من جراء الأزمات العالمية. معناتها في كل أزمة عالمية فما الناس اللي هي تستغنى من الأزمات هذيك. هل أنه منطقي أن اليوم ما نتاكسيهمش على هذية؟ هل أنه من المنطقي أنه الشخص يستنفع من أزمة يعيش فيها مختلف البلدان في العالم؟ هل من العدل انه يقعد يخلص في الفتات كما قال امين؟ ماهوش عدل هذا. كي نقولوا كما نقولوا انه ضريبه ب 5% على 1% اللي تملك 99% من 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 ثروه العالم، تنجم تمنع البشريه من الجوع ومن الفقر.
هذا زيد حاجة اللي تنجم تبدل واقعنا اليوم. وإذا كان في العالم وفي تونس إذا كان اليوم نحكيه على أزمة خانقة أو أزمة اللي يعيشها العالم الكل، يلزمنا نكونوا سوليدير الناس الكل أذيك دي مزور جريئة في بعض الأحيان، ودي مزور اللي هي تحل المسكوت عنه والحول ولا تحل البيبان اللي مغلقة لأسباب سياسية واقتصادية وغيرها، باش نجم نقدمه كونكريت مو بالبلاد. هذا هو واضح. شكرا سيف. سيدة سوسن، حكيت على غياب المقاربة الجندرية في مجلس في قانون المالية 2023. قانون المالية 2024 مش يكون مش يتناقش أيضا في برلمان ذكوري بامتياز نظرا لانخفاض حضور النساء في المجلس القادم. ترى أنه مبشر بخير المسألة أو ستستمر غياب هالمقاربة الجندرية في مختلف قوانين المالية وفلسفة العقل الاقتصادي والمالي التونسي؟ وإحنا كي نحكيه على المقاربة الجندرية سيكو إنساء تعبر على الحاجيات بتاعها. طنك اليوم إذا كان إحنا نشوفه الانتخابات هذه والقانون الانتخابي والتناصف اللي ما عادش موجود، الأكيد أنه المجلس الجاي مش يكون مجلس ذكوري بامتياز. كيفاش المجلس الذكوري هذا مش نجم يعبر على حاجيات النساء؟ بطبيعة هذه إشكالية كبيرة. نورمالمون المطلوب أنه يكون برلمان فيه الحساسيات الكل، فيه الجهات الكل، تكون تمثيلية النساء حتى إذا كان وصلناش 50-50 على الأقل يكون تمثيلية محترمة للنساء باش نجم تعبر على لي بوزوان نتاعها. مرانا ما نجموش نحكيو على مقاومة ليزينيغاليتي خاصة فيما يتعلق بالنساء، مي عموما في وضع سياسي كما نعيشو فيه احنا اليوم ما تنجمش تحكي على مثلا انه فما غياب العدالة الجبائية، وهذه حاجة معروفة وتبارك الله الخبراء حكوا عليها بإطناب، أنه مثلا الموظفين واللي يخدموا عند الدولة يدفعوا ضرائب أكثر من المهن الحرة ومن الخواص. لكن باش تقترح أنت غيفاهم للإشكاليات هذية مستحق باش تكون فما حوار من كل الأطراف المداخلة، باش يكون فما قناعة بأهمية المقترحات هذية، يتفهموا عليها باش يكونوا قادرين على أنهم ينفذوها. لكن كنا نرجعوا للإطار السياسي اللي احنا موجود فيه، وين فما مسار انفرادي غير ديمقراطي، ما ننتظروش منه باش تكون فما إصلاحات. يعني احنا في حتى في قانون المالية إذا كان تلقى أنت 20 مليار للشركات الأهلية، معناها point d'interrogation شنية هذه الشركات الأهلية، كيفاش مش يقع تنظيمها، شكون مش يستفيد منها، يعني حقيقة إشحاف كبير، معناها عبثية مطلقة قاعدين نعيشوا فيها اليوم. ليزي ديزينيغاليتي، لكن شوفوا دو لانكومبيتونس ان بو بارتو في السلطه. اللي يلزم المراهن عليه في بلادنا اليوم هو انه فما عديد الخبراء اللي منوط بهم انهم يقدموا الاصلاحات، يقدموا الرؤى فيما يتعلق بالجبايه وفيما يتعلق بالاقتصاد وفي كل ما يتعلق بالشان العام. هذا ماهوش موجود اليوم، وذاك علاش يلزمنا نربطوا الديمقراطيه بالوضع الاقتصادي اللي قاعدين نعيشوا فيه. اذا كان ما فماش ثقافه ديمقراطيه متجذره في الشعب التونسي، ما فماش خدمه على انه تلك الثقافه الديمقراطيه تتجذر، فيصعب في السنوات القادمه ان نستناو تغيير كبير فيما يتعلق بالسياسات الاقتصاديه والاجتماعيه للدوله. اللي يلزم يتقال هو أنه البارنتيز هذه الأكيد أنه مش نتعدوها، كما شفنا دستور 22 مسقط على الشعب التونسي، كتبه فرد ويريد أن يفرضه على المجموعة، كما شفنا زاد قانون المالية هذه كيف مسقط على المجموعة الوطنية وناس كل قاعدة ترفض فيه. دونك الإجابة الأكيدة أنه نسكروا البارنتيز، نرجع إلى
البناء الديمقراطي على علاته، نرجع إلى أنه يكون فما برلمان قادر على أنه ينظر في مشاريع الاقتصادية، في الميزانية، في التوجهات العامة متاع البلاد، برلمان يكون فيه الحساسيات الكل. دونك أنا اللي نحب نقوله هو أنه المسار السياسي راه مرتبط أيضا بالخيارات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وإذا كان نحب نخرج من الأزمة فيزمنا نرجع ونقول أنه نحن في حاجة إلى العودة إلى مسار ديمقراطي، إلى فصل بين السلطات، إلى برلمان ينظر في هذه المشاريع، إلى صحافة تكون عندها حرية وما عندهاش سيف مسلط على رقبتها كلما انتقدت قرار أو سيرورة أو 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 تصرف أو أو غيره من خيارات اللي في يدهم السلطة. دونك الأمور مرتبطة، والأكيد أنه نعول على أنه الشباب هذية، الشباب الذي ثار، الشباب اللي مازال قاعد يخرج للشارع رغم الإحباط اللي قاعد يعيش فيه، رو أكيد ماهوش مستعد باش يسلم في المكتسبات متاعه، في حرية التعبير، في الديمقراطية، وفي أنه يلقى الخيارات الاقتصادية اللي يحب عليها، وفي أنه العدالة الاجتماعية اللي يطالبوا بها الناس الكل، طالب بها المجتمع التونسي برمته، أنه نرجع للمطالب الأساسية والحاجيات الأساسية متاع بلادنا. فلا ألف شكر، يعطيك الصحة. نختم بأمين قبل ما نمشيوا للأسئلة. كما كنا نحكي المشاكل واضحة ونتائجها بالأرقام ومؤشرات كل ديل، شنو البديل؟ الحاجة الباهية على الأقل إذا كان تحثوا على سياسات جبائية، نقدر أنه البديل المتوفرة وقادرين أنه يبدلوا برشا من الواقع التونسي ويخليونا قدام الرهانات اللي استعرضتها من الأول في 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 حالة خير برشا من هكا. ذكر البعض منها سيف، ما نحبش نعاودها، وقت اللي يقول تاكساسيون دي سوبر بروفي فيما يخص مرابيح الشركات، سا سي تان لوفي اللي اكثر الدول النيوليبراليه ماشيه فيه اليوم. فماش علاش انه قطاعات معينه في تونس تحقق في ربح طائل، قطاع البنوك، محلات تجاريه كبرى، مصحات خاصه اللي استغلت برشا وضع الصحي في تونس باش دخلت برشا فلوس. هذا على سبيل الذكر فقط قطاعات اللي من المفروض نتوجه لهم افيك ان لوفي جديد اللي هو لا تاكساسيون دي سوبر بروفي. نجم تقولوا شنو هو سوبر بروفي؟ جوستمون هذا نقاش عالمي، ولربما برشا قالوا او الاتجاه هو الاتفاق نحو الشكل الاتيا. سوبر بروفي هو 35% زياده على المربح اللي تحققهم شركه مقارنه مثلا بالمعين نتاع 5 سنين الاخرين. وفي الحالات الكل سي اون ديسيزيون بوليتيك، فكره مره اخرى من وراها، اذا كان فما مربح طائله قاعده تحقق في وضع نتاع ازمه بصفه عامه، والفلوس هذه بريسيزمون جايه من الازمه، فطبيعي انه اون ريكوبير اون بارتي منها بور فينانسي نو بيزوان فيتو. هذا على مستوى الشركات. ضروري أنه التمشي متاعنا يفرق بينات واقع الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة. نجموش تحطوا على les entreprises في الوقت les entreprises justement selon إذا كان نحن كنا TPE أو une firme internationale، من عيشوش بالكل فرد واقع اقتصادي، بتدي ضروري جبئين معاملتهم طرق مختلفة. أوتان نجمو اليوم أنقارد النسبة الصغيرة نتاع 15% للشركات صغيرة ومتوسطة بعنوان رقم معاملات مثلا، كيف ما كنا نمشي نخدمه في تونس قبل القانون المالية 2021، ونرجعوا بالنسبة العامة باركونتر للعباد اللي قاعدة تحق في مرابيح طائلة على الأقل مستوى 25%، معقول جدا 25% مقارنة نسوريسكو بالجهة اللي نحن عايشين فيها. هذا فيما يخص لا تاكساسيون دي بينيفيس دي زونتربريز. نجمو تقولوا احنا شنو دخلنا فيه الموضوع كمواطنين؟ مانيش معنيين ديريكتومون. اذا كان الشركه ما تساهمش جبائيا، فوز علي لو بي دو دو مانيير ديفيرونت، يا اما انتم باش تعوضوا الفلوس اللي هما ما همش باش يدفعوها اترافير الضرائب الاخرى، أو vous allez le payer en service public en moins. Donc هذه مسألة التاكساسيون متاع مربح الشركات تعنيكم مباشرة في الواقع المعيشي متاعكم، ماهيش مسألة هامشية.
فيما يخص مانتنا الدخل، بيان سور لازم نحسنوا في المردودية الجبائية متاع أصحاب المهن الحرة والأصناف الأخرى بصفة عامة أوتركول وجراء اللي هزين على ظهرهم وحدهم أساس الجهد الجبائي، وهذا يمر أساسا بتقوية الفيسك، خاطر وقت اللي باش نراقبوا جبائيا نباتوا سامبلومون باش نخليه أنه المساهمة الجبائية ترتفع. لكن اللوفيه اكستراوردينير اللي نجم يكون عنا بعنوان الضريبة على الدخل من شأنه يقلص بطريقة سبكتاكولير في الزينيغاليتي او تيتر دو ريفنو ويخلينا نلموا فلوسنا، هو إلى أي مدى ضريبة على الدخل تصاعدية. الثنية اللي اقترحها لنا الصندوق واللي تبعناها منذ الإصلاح الهيكلي هو ضريبة على الدخل فيها 5 شرائح فقط موجهة أساسا للطبقات الوسطى، في الوقت اللي لأو ريفنو أصحاب الدخل العالي خفضنا بطريقة كبيرة ياسر في النسب الجبائية عليها. فإذا كان نرجع نسوريس كل كيفاش كنا نخدمه قبل الإصلاح الهيكلي ستان برمية بوان دابوي خارق العادة، اليوم يؤسس إلى بديل كيفاش كنا نخدمه في عوض 5 شرائح فقط موجهة لطبقات الوسطى، 16 شريحة توزع الجهد الجبائي على كل شرائح المجتمع، كل واحد قديش ينجم بتدرج في النسب إلى نسب عالية لأصحاب الدخل العالي. ذكرت قبيلة لزينيغاليتي او تيتر دو باتريموان في تونس او تيتر دي ريفنو، 1% من التوانسة اللي عندهم أعلى مستوى الدخل مجموع مداخيلهم يمثل 10.9% من التوتال، 10% اللي عندهم أعلى مستوى الدخل مجموع مداخيلهم أكثر من 40%، وهذا اللي إنه في أبيل عن توتر بوليتيك فيسكالي. إذا كان نرجعوا المنطق حقيقة تصاعدي بالشكل اللي أنا كنت حدث عليها في الليزاني 80 كانت الشريحة العليا 80,000 دينار نطبقوا عليها 68%، سي أون مي أجور سلون الانفلاسيون البارام هذايا نلقاو عنا شريحة عليا متاع 488 مليون، وهذا اللي عنده منطق في ليفوليسيون دي أو سالير أو دي أو ريفنو كيفاش صارت. إذا كان نحكيو على الموين متاع لي بي دي جي دي بانك اليوم أوني أن مليون أكثر من مرتين قد شريحة العليا اللي كنا نخدموا بها في ليزاني 80، وكنا نطبقوا نسبة 68% من غير المعقول ومن غير المسؤول اليوم في الظرف الحالي أنه نكتفي بشريحة عليا ب 50,000 دينار فقط ونطبقوا عليها نسبة متاع 35%. البدء المتعدى إن شاء الله في فرص أخرى والنجم إذا كان لازمها أكثر حلقة نقاش، ونجم حتى جمهور الحاضرين يتفاعلوا معنا، مش تكون عندنا تتوجهوا بأسئلتكم لضيوفنا نظرا لضيق الوقت، ماذا بينا كل ضيف يتوجه له سؤال. الميكرو شكون يحب يسأل؟ مرحبا. Merci la Khika pour cet événement hein, très instructif. Ana Mazat Mali, vous smartcon avec une très grande attention. Ben, c'est pas mon dossier. L'impôt et le budget de l'État et l'impôt, c'est pas mon dossier. Mais j'aimerais contribuer avec le son de cloche de l'IDA, de l'USAR, hein, avec tout le respect. Nous sommes tous des citoyens, et nous devons nous placer dans une approche solution et non pas une approche juste critique ou bas. Je vous invite vivement à prendre la tâche avec la GELF, Direction Générale de la Gestion Fiscale, ma DGI, l'impôt. Entre parenthèses, madame, اللواء في ناس هذه يظلي 90% من اللي حطوا فيها يديهم هم نساء. ابدأ من المدير العام للديوان، من المدير العام للجيبي، من الجيلف. انا كتر فم تري سمباتيك
sont des techniciens. Ou bien d'accord, on nous a demandé, c'est un ministère technique. Mais nous allons faire un CS. خاطر مهمتنا هو نجيب الفلوس ونحسب الفلوس ممكن نخطئ وممكن نصيب ممكن سي بيرمون تكنيك لو سوي سيتويان نعرف البيريود هذه اللي بوليتيكمون بوتيتر ان بو سبيسيال مي ناكدوا انه احنا في الاداره في وزاره الماليه خاصه المرحله صعيبه ومن اكثر الوزارات اللي عندها حمل كبير مش كيما الوزارات الاخرى لازمك تجيب الفلوس والوضع الحالي تويكا برا خلصوا بابورات القمح برا خلصوا الشهري بنحن نوصل بربي مدام حسب رايك انت كي تشد وزير ولا وزيره وماش ندافع على وزيرتي ولا شو ولا ولا 26 سنه تو في الاداره شو عنده لا مي كي تبدا عندك 20 مليار شهري وزيدهم 20 مليار ترجع قروضات وزيدهم 10 مليار دوات سوبونسيون هذوما من معنا 50 وحنا البيجي نتاعنا توا 70 منين باش تجيب لهم فلوس شنو باش تقول مدام اللي ديت ما خلصوهمش اش قولك تقول انت عندي ايه ما يسالش نسال انا نحب نسال سؤال بالضبط نسال سؤال شنو نعملوا السوبونسيون هاو بدينا نمسوا فيها سوا ديزون رجدوه راهو ديما يا توجور اون اوتر فاسيت كل واحد يراو انه راهو هذيك صحيحه ولا هذيك غالطه سي دي شوا السياسه effectivement pendant 10 ans الاداره مدام التونسيه الا سوفير انورميمون تصور انت يبدا عندك عرف 10 مرات يتبدل على بالكم وزير الماليه يتبدل 10 مرات على بالكم وزير الفلاحه يتبدل حتى هو 10 مرات دونك سي نورمال ثم حوايج يا دي بروبليم نو avons une période un peu passagère inchallah on doit être optimiste on doit être dans l'approche solution how le temps que possible on est dans l'approche solution tout simplement j'insiste on peut prendre la tâche et on est sûr que tu prends la tâche avec Yahya Chmelali qui est Djelf qui est moindre en fin de compte c'est un technicien c'est et ben on a eu à les contacter et ben ils ont des réponses ils ont des حتى هم عندهم رؤية ثم دي كونترانت اللي ممكن لو سيتويان لاندا ما يعرف ما يعرفهاش انا نعاود نقول لك مانيش مت مثلا ما سالت انا كونسرنا يقول لك 35% وال 15% اي با يقول لك لو غرو لو دو لامبو جاي من 35% تعرف هذه هكا ولا دونك وقت اللي هبطنا في ال 15% انا با ترو شومباردي خاطر قعدنا في 35% جماعه 35% هما اللي جيبوا لنا اكثر الروسيت نتاعنا كيف كيف يقول لك البارام هذاك اللي موجود في الـ في الـ في الامبوس سور لي ريفينو سي با لا لو دو فينانس لازم حاجه واحده لازم خاطر اون سيمولاسيون خاطر باش يمثلنا برشا لي ريسورس سمحني برك افوار اون سيمولاسيون دونك يا جوست باش نكمل راهو يا توجور بوتيت دي زيكسبليكاسيون il y a peut-être des explications là où elle malheureusement on doit peut-être avoir plus de patience et on se place dans la solution j'apprécie énormément ce que vous avez fait là وانا واحد من الناس تعلمت mais dis-moi قلت والله كنت نجم نروح اما par respect قلت بربي نعطيكم ce son de cloche peut-être il va اللي بشي منعش ما بشي ينفع ولا بشي يضر mais je vous invite vivement peut-être à prendre la tâche avec وزارة المالية faire participer quelqu'un peut-être il y a de l'autre côté un peu des réponses peut-être des réponses de toute façon inchallah نكون ما طولتش عليكم وسامحوني كان يعطيك الصحه عاشك ميرسي سامحني بربي السؤال باش سؤال جوست التعليق بسيط وصاصن قادر باش تعلق على الوعد لفات اني 90% ساهموا من نساء سوا با دير انه في صالح النساء ما يا با ولفات اني رئيس الحكومه مرام سوا با دير انها تخدم دونك سي سا نوتر بروبليم انا 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 بلوتو انا سكي انا استفدت برشا من المداخلات ومهمه جدا لكن ديما ثم ان بروبليم كيما قاس هو اني الثوره هذه تنادي بالعداله الاجتماعيه
وأنه السوليسيون اللي قدمتها أوكسفام واللي قدمتها أندوما والتصور فما ديما تصور فما ديما تصور للبدائل. أنا اللي قلقني في الوضع ذي الكل إسكو هالبدائل هذية ممكنة في كونتكست انترناسيونال موجود بشكل ذي؟ إسكو أنت تحدثت مثلا عن الإصلاح الهيكلي واللي هو كاتاستروف بالنسبة لتونس لأنه بدعوة تشجيع الاستثمار وقع التركيز على التاكساسيون فيسكاليتي نتاع لي كلاس مويان ولي كلاس انفيريور وبالتالي معناها لي زانفستيسور نحو لهم معناها واحد نفتحوا لهم المجال ونحو لهم تاكساسيون باش نشجعوهم واللي لي في نتاعو عطى ايفي عكس. انا معناها اللي يقلقني هالجزيره هذه اللي هي تونس واللي نادت بعدها الاجتماعيه في وضع عالمي يشكل نوع من النير انجو معناها لكل التحركات لكل العدالة اسكو نجمو نخرجوا منه ومش معناها نطالب بحلول معناها واحد لكن بتفكير في إمكانية الخروج من هالوضع هذا في ان كونتكست انترناسيونال اللي هو كيني با معناها مش مواتي سيلمون كومبويس دير ولا يعطيك الصحة عاشق. فماش حد آخر يحب يتوجه بسؤال واحد من الضيوف؟ تبدا انت. نحب نشكر زوز متدخلين بيان سور احنا اون كومبرون راه لا ديفيكولتي دو فوتغ تاش و اون ابريسي انو برشا سي موجودات في وزاره الماليه وقاموا بالخدمه هذه لكن انه يكون برشا سي موجودات كما قال مش معناتها انه لابروجون موجوده مش معناتها انهم خذوا بعين الاعتبار لو جاب اللي موجود في تونس بين النساء والرجال انه مش بشرطه معناها قدموا بدائل باش ينقصوا من الفوارق بين النساء والرجال احنا فرحانين بنساء انه موجودات في البلايص الكل وكما قال دونك الدليل على ذلك انه عندنا اول رئيس حكومه في على مستوى الدول العربيه وذيك سا نو سولمون ما زادتناش حتى مكتسبات اي مسيدش مرحبا يعطيك صحة شكرا احنا قاعدين نتبع وناخذوا ارقامنا سورتو تكون ارقام رسميه ومن المنظمات الكبيره لكن الحقيقه احنا ما غير مدام معناها نحترموها امراه محترمه لكن احنا كمنظمات حقوقيه ونسويه قاعدين نتبعوا في لسان فما حتى مكتسبات النساء قدمنا عديد المقترحات لا اقل حاجه النقل نتاع العاملات الفلاحيات وما لقينا حتى استجابه لا جهويا ولا وطنيا سامحني زاد على ذلك اول مره منذ الدوله الوطنيه وقع رجوع الى الخلف فيما يتعلق بالتناصف في المجالس المنتخبه هذه خطوه الى الوراء ماذا قالت وماذا فعلت السيده رئيسه الوزراء مع كل احترامات لها يعني انك تكون امراه صحيح احنا نفرحوا انه المراه توصل الى مناصب القرار لكن في بعض الاحيان ناسف أن المرأة التونسية ما هيش قادرة باش توصل رؤيتها وتفرض رؤيتها وتكون عندها خيارات وعندها ما تقول وتجادل ولا تكون فقط مجرد أداة تنفيذ لبرامج نتاع حد آخر هذا اللي قاعدين نعيشوا فيه دونك أنه تكون فما برشا نساء هذا ما يعنيش فما لابروجون ما يسالش هكا خطوة باهية إن شاء الله تجي بعدها خطوات أخرى يعطيك الصحة تفاعلا معك سي اولا شكرا للاهتمام وشكرا للتيمونياج اللي قدمته نعرف منكم الكثيرين في وزارة المالية والحقيقة اللي نحب نقوله مش في حضورك فقط انه العديد من اللي فونكسيونير ومن اللي او فونكسيونير اللي موجودين في وزارة المالية الحقيقة انا بالنسبة لي نحترمهم برشا لانه كونتريرمون اللي يدير رسول اللي عنا بارابور للإدارة متاع العباد اللي ما تخدمش وتخدم 8 دقائق في النهار ونلقى افكتيفمون عباد متحمله عبء كبير ياسر متاع عزمه ماليه غير مسبوقه وعباد تخدم ماتا ميدي اي سوار ولا يمكن مسائلتهم بالمره لانه هذم عباد تقنيين والوظيفه النوبل نتاعهم هو تطبيق النظره السياسيه للوزير وللبرنامج et tout le problème هو البرنامج السياسي والرؤية بيان انتوندو وقت ما عندناش رؤية هي رؤية الصندوق اللي قاعدين نطبقوا فيها وبريسيزيمون هذاك التوجه اللي ماشيين فيه من لي زاني 80
فاليوم إذا كان فما ثنية بديلة فلي برومي اليوم باش نلقاهم نوتر بوان دابوي سي لي او فونكسيونير ديتا اللي هما باش يقولوا لنا اون فا شانجي دو كاب ما عادش يزينا من تحفيز الاستثمار ومن الثنية هذه فوزون اون ايفالواسيون بريسيز كونكريت نتاع شنو الامباكت نتاع السياسات العمومية هذيا اون فا شانجي دو كاب باش نمشيو لثنية أخرى هما الأولانيين اليوم اللي باش يمكنونا من فعل ذلك ان شاء الله. بعض البدائل طرحناها اليوم ندعيك انك تتفاعل معها وفيما يخص الجلف على الاقل. انا واحد من الناس كنت في عديد من المناسبات حاولت نتصل بالطرق الكل اي كومبري الكتابيه وبعثنا باش نكبش فيك انا تو هاني نتابع فيك بعناية قبل ما يعطيك الصحة. سيف خليك انت تختم. باش نتفاعل مع سي مسعود في اللي كان يقول فيه وفي الوضع المتغير هذا شنو نجمو نعملو. انا نرى ان الوضع المتغير هذا يعطينا ممكن فرصة باش نعملو اجراءات اللي عمرنا عملناها قبل. معناتها الوضع هذا يخلينا انا اليوم اذا كان مش اليوم باش نخدمو على سيادتنا الغذائية رانا مانيش نجمو نرتقيو باقتصادنا ولا بفلاحتنا. اذا كان اليوم باش نكونوا جريئين في ان نتوجهوا ودو تاكسي ان اصحاب المداخيل الكبيره في والناس اللي عملت مرابيح خياليه في الوقت هذا راهو ماهاش باش يعاودوا يجوا. معناتها الفرصه باش نجموا نعملوا هذا في لي توندونس مونديال حتى في العالم. الكراز ماهيش تعيش فيها تونس, العالم الكل يعيش في كراز والعالم الكل قاعد يخلق في تصورات وانا قاعد يمشي في تصورات اللي هي قبل ان يتغير الواقع. نرجع كنت تكون في بكري أنه الحل بجي كان منا نحن حل في بلادنا بجي كان تحترم الطبقات الفقيرة والطبقات الضعيفة باش نجمو نقدمو كونكريتمون. وشكرا. يعطيكم الصحة كظروف وكالناس اللي جاتنا اليوم وتحملت البرد وقعدت التو, مرحبا بكم. إن شاء الله نكونوا قدموا إضافة في حلقة النقاش هذه اليوم. تنجموا قبل ما تروحوا تشوفوا في استاد جميع المجلات والنمير اللي خرجتهم نوات ماجازين, إضافة التقرير تحميل التقرير البقاء الأغنى ضرورة فرض الرقاب على أصحاب الثراء الفاحش اللي أصدرته أوكسفام. نشكر أسامة سامسون الغادي سيف بنتيلي مع مين بوزيل. شكرا على الإضافة اللي قدمتوها اليوم ومرحبا بكم.